لو عايزين تعرفوا انا بعمل ايه انتظروني في اخر فقره في الحلقه. عيش سعيد لون حياتك بإيدك، عيش سعيد وشوف اللي في إيدك، عيش سعيد أملك هو جديدك، عيش سعيد يومك هيبقى عيدك، اتفقل وحط كلمتين في روتينك، عيش سعيد علي صوتك مش سامعينك، عشان ترتاح ما تفكرش في اللي راح، اسعى اتعب بتقدم هتشوف أرباح، 24 ساعة ليلي أو غموعك، يلا بينا هنعمل إيه دم دمتك. بص للسما وارفع ايديك، حدد هدفك هتلقى حاجات كتير تقولك بحبك. عيش سعيد عيش سعيد عيش سعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير على كل اللي بيتفرج على قناة إيزي سي وبرنامج عيش سعيد. إن شاء الله أيامكم كلها سعادة، كل اللي جاي أحلى من اللي راح، وكله حلو في حلو وكله جميل ان شاء الله، وسنة سعيدة على الجميع. خلاص بنشطب، هانت، تماسك، تمهل، كله حلو ان شاء الله، مش كده برضو؟ مساء الفل يا بوب. مساء السكر. مساء الفل على كل الناس اللي بيشوفونا في كل مكان، ويا رب فعلا زي ما بوب بيقول كده سنة تكون جميلة وسعيدة على كل اللي بيشوفونا وعلى كل الناس. طبعا كل اللي ما شافش او ما بيشوفش عيش سعيد، بحب افكركم ان احنا دايما من الخميس للحد الساعه 3 الظهر. وطبعا النهارده هنتكلم عن موضوع مختلف كده، عشان احنا في اخر السنه واخر يوم في السنه، فهنتكلم عن كان عام مليء بايه. يا ترى كل واحد السنة بتاعته كانت عاملة ازاي؟ هل بقى كان عام مليء بالحاجات الحلوة والنجاح والسعادة والحب والرومانسية، ولا مليان بحاجات تانية؟ يعني هنشوف. يعني ما تردش دلوقتي، انا ساكت اهو. ارجوك ساكت اهو. ارجوك. ايوه ساكت اهو. وكمان هنشوف توقعات السنه الجديده، ويا ترى الابراج المحظوظه قوي السنه دي، وايه الابراج اللي نص نص، والتوقعات مع هتكون معانا خبيره الابراج ايمان خير ان شاء الله، اللي هتقول لنا على كل الاخبار الحلوه اللي تخص الابراج السنه دي. وكمان معانا النهارده ان شاء الله معانا حلويات، اهم حاجه انا بتاع الحلويات، وزميلتنا بتاعت الحلويات اللي هي ما فيش مكانها دلوقتي غير هشام ورمزي اللي قاعدين، بس يعني برضو دي كانت كيفه حلويات، يعني ان شاء الله نشلها نايبها على جنب زي ما بيقولوا كده. معانا شيفا النهارده. شيفا مين الشيفا؟ هنخليها مفاجاه، والمفاجاه الاكبر ان احنا مش هنطبخ، يعني هي ده بحد ذاته مفاجأة كبيرة، اللي ان احنا الحمد لله مش هنفتي ونروح هناك. أيوة يعني أيوة. خلاص كده النهاردة، واللي هتيجي مش هتفتي. هي هتروح هناك بس مش هتفتي. بالظبط، بس كده. طيب كل ده واكتر هنشوفه، بس نروح لفاصل صغير ونرجع تاني عشان نكمل حلقتنا. على المستوى الشخصي 22 كانت سنة جميلة جدا، الحمد لله. الحمد لله، نعمة وفضل من عند ربنا. على المستوى المهني كانت كويسة برضو الحمد لله. الناس هترتب الحاجات بناء على معرفة وعلم حقيقي وتقصي وترتيب، مش اللي هو الحاجة بتطلع بشكل عشوائي وبعد كده ما نعرفش هي أساسها إيه اللي كان حاصل السنين اللي فاتت. أول 3 شهور هتبقى فترة حرجة، لكن بعد كده الناس هتبدأ من بداية الربيع ترتب أو تستقبل فعلياً السنة بشكل جديد. هي نوع من الحلويات المصرية اللي هو الكيك اللي بتتقلب تحت قدرة وتطلع قادر؟ فوق. قدرة قادر. طب وهي بجد فعلاً هي قدرة قادر، هي غريبة جداً. عشان قوام الكيك مختلف عن قوام الكريم كراميل. أي بس إزاي بيستووا مع بعض سوائل كده غريبة؟ ما هي بتخش الفرن تفصل، إن دي ليها قوام ودي ليها قوام. رجعنا لكم على طول علشان نكمل حلقتنا، وفي اخر ايام السنه او اخر يوم في السنه، وقبل ما نودع 2022 خلونا نفتكر سوا كده ونشوف يا ترى 2022 كان عام مليء بايه. يعني كل واحد فينا كده قاعد يشوف يا ترى هو عمل ايه السنه دي، حقق ايه لنفسه او لغيره، ولسه ما حققش ايه. يا ترى السنه اللي بتخلص دي كانت سنه حلوه عليه ولا ما كانتش قد كده، والحمد لله ربنا عدها على خير. قول لي يا بوب انت 22 كانت بالنسبه لك سنه عامله ازاي؟ ايوه انت عامله ايه؟
هو ده الرد ده. ايوه انا حاسه اخبارك ايه؟ طمنين. يعني طب احكي لي حاجات طفيفه كده. الصوت بيقطع. مش سامعك من الدي جي. بتقولي حاجه؟ ايوه بقول لك كانت عامله معاك ايه 2022؟ انا اللي كنت عامل معاها على فكره، مفيش حاجه تعرف تعمل معايا، انا اللي اعمل معاها. لا 22، 22 صعب وصفها. 22 على، تعالي تعالي نقسمها عشان بتبقى حلوه لما بتتقسم. ماشي. نقول على المستوى الشخصي، على المستوى الشخصي 22 كانت سنه جميله جدا الحمد لله، الحمد لله نعمه وفضل من عند ربنا. على المستوى المهني كانت كويسه برضو الحمد لله، يعني حصل فيها انجازات ما حصلتش على مستوى على يعني في المراحل المهنيه بتاعتي بجميع اشكالها. ايه؟ عيش سعيد. لا عيش سعيد طبعا، يعني فوق راسي سعيد بيه طبعا، يعني سعيد بيه، بس في الاخر انا برضو راجل اعلامي يعني، فاهمه؟ فهي حاجه جميله ومبسوط بيها جدا، وشاشه وقناه محترمه والكلام ده كله وبتاع، بس انا يعني غير الاعلام انا مهني في حاجات تانية برضو، فاهمه؟ بيبقى يعني كده وكده. طبعا اي شغل. ايوه اي شغل فيه هي لازم تبقى اللي هي ايه، فاهمه؟ ها دي اللي هي ها ها ها. فهي تمام الحمد لله. عامه بقى هي سنه خوازيق. هي بيتقال عليها كده، بيتقاش عليها كده. على مستوى الكوكب فهي صعبه جدا، يعني لو بصيتي على مستوى الكوكب، ماشي احنا خرجنا من كورونا او ما خرجناش الله اعلم، عشان انا مش عارف اليومين دول ده بجد على فكره. العالم دلوقتي في الحيره دي، واحنا خرجنا صح بس احنا ما خرجناش بجد، مش معروف قوي، مش معروف عشان خرجنا من كورونا احنا في مخلوي. ايوه طبعا، وقلعنا الماسكات والدنيا وبتاع مش عارف، بس برضو في ناس برضو بتتعب وبيجي لها حاجات يعني اتكلم في الواقع، مش ما ينفعش نختفي عن الواقع. احنا عيش سعيد، المود عامه سعيد، بس لا السنه سنه عامه على الكوكب كانت صعبه جدا 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 جدا، يمكن يعني اشد صعوبه من السنه ونص بتوع الكورونا. اتكلمي في ايه؟ العالم كله اقتصاديا راح في داهيه، يعني عنده مشاكل، العالم كله راح عنده مشاكل اقتصاديا وبتاع، يعني مش الطف حاجه. ما بيأثرش معاك انت الكلام ده؟ لا بيأثر مع الناس انت على كلها. قلبك قد كده؟ لا يعني الحمد لله ان انا طبعا مليونير، ده موضوع تاني، بس انا بحس بالناس برضو فاهمه يعني مساكين. لا لا لا، والحاجه الحلوه قوي 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 اللي طاغيه السنه دي وما ينفعش حد ينكرها او يستنكرها هي كاس العالم. طبعا كاس عالم. كاس عالم للتاريخ، يكاد ان يكون اعظم كاس عالم اتعمل. حاجه تانية خالص كاس عالم بتاع السنه دي، ده حاجه تانية خالص. يعني فكره ان دوله عربيه هي المنظمه لكاس العالم، وفكره ان في دوله عربيه تانية وصلت لدور الثمانيه او النص نهائي، دي حاجه مشرفه جدا. فعشان كده كاس العالم السنه دي مختلف، لان في تاتش عربي او في حاجه تانية كده مخليانا حتى الناس اللي مالهاش في الكوره زي حالاتي، يعني انا ماليش في الكوره قوي، فبتفرج علشان انا حابه المود اللي فيه تاتش عربي. اولا المغرب رابع كاس عالم، ادي كده المغرب. السعوديه عملت الصح مع الارجنتين، تونس عملت الصح مع بطل العالم فرنسا، ما يعني هي كلها على بعضيها، الفكره كلها على بعضيها. لا كاس عالم قصه كل مفاجآت، ما حدش متوقع اي حاجه، ما حدش فاهم اي حاجه، وكل ما حد يتوقع تبوظ. فيعني وتنظيم فوق الرائع، وشرفنا ورفع راسنا كلنا، وخلى انا زي مصريين كتير جدا نفسيتهم تئب، اللي هو اشمعنى يعني ازاي احنا ما نبقاش موجودين؟ يعني كاس العالم يوم لما يتلعب في دوله عربيه ما نبقاش احنا موجودين؟ بص بشهاده كل الناس، بشهاده الناس اللي راحت، بشهاده المنظمين، بشهاده الفيفا نفسها، ان التنظيم فعلا السنه دي كان فوق الرائع، وده ودي حاجه تشرفنا كلنا كعرب، وحاجه تبسط حتى اللي مالهمش في الكوره برضو مبسوطين، علشان بس مجرد ان هي دوله عربيه. ايه اللي كان طاغي بالنسبه لك في 2022؟ انا بالنسبه لي السنه دي الحمد لله حلوه جدا، سواء في حياتي او عمليا،
كان حظي الحمد لله حلو زي حالاتي يعني حلو الحمد في لله في السنه دي، ماشي. واتمنى اللي جاي يبقى زي كده السنه بقى عامه، حتى كمان على مستوى الشخصي في صحابي، في لا انا عرفت مين اللي مكمل معايا والناس القريبه مني، وعرفت مين الناس اللي هي ما تستحقش تبقى موجوده في حياتي. انا بطبعي بحب، عارفه، بمشي اوزع حب كل الناس، انا بحبكم قوي وكده. فلا السنه دي شويه ابتديت ابقى اعقل شويه، ابتديت ابقى هاديه في شغلي الحمد لله. عيش سعيد كانت بالنسبة لي خطوة مهمة قوي ومبسوطة بيها، ومبسوطة بكل الناس اللي تعرفت عليهم في عيش سعيد، وكمان في حياتي الشخصية. لا أنا كمان الحمد لله دي كانت سنة حلوة، وأتمنى يا رب كل السنين اللي جاية تبقى حلوة عليا وعلى كل الناس اللي بتشوفنا. إن شاء الله 23 تبقى أحلى وأحلى، ونحقق فيها أكتر من اللي كنا بنتمناه وبنطلبه وبندعي بيه. ربنا يرزقكم إن شاء الله بأكتر منه بكتير. طيب غير كأس العالم، غير كأس العالم، اديني حدثين غير كأس العالم كانوا طاغيين في 2022. انك عرفتني، ماشي، ادي حدث، واني عرفتك ادي الحدث اللي صح. ايوه ايهاب، انا عايزاك يعني انا على فكره بحب اللي يطبل لي جدا، انت ليه مش بتطبل لي؟ ما بعرفش اطبل بقى، آلات وتريه كمانجيكك. لا لا لا، بس بكلم جد والله. يعني ماشي، ان انا عرفتك ده اكيد يعني من ضمن يعني مثلا في التوب 100,000 مثلا. ثانك يو. يعني بس ثانك يو على الرقم اللي مش موجود ده، بس ماشي. لا 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 لا، بس في ايه بالنسبه لك انت غير كاس العالم اللي كان طاغي في 2022؟ في حاجات كتير على فكره طاغيه في 2022. مؤتمر المناخ. مؤتمر المناخ ان هو كمان كان موجود في مصر. يعني ما بقول لك اهو. يعني حرب روسيا واوكرانيا. لا بص، دي بقول لك حاجات طاغيه بقى، الحاجات اللي ركبت 22، لان هي الحرب دي رجعت علينا بحاجات كتير قوي. ما بقول لك في حاجات كده ما ينفعش نغمض عينينا منها من 22. كوب 27، كاس عالم، انت شواجري. ايوه صح، على فكره انت صح، على فكره كمصريين بقى، انا بتكلم كمصريين. كمصريين ما ينفعش نغمض عينينا منها. بتاع الكشري ما ينفعش نغمض عينينا منه. شيرين وحسام، تعب انغام، ايه تاني؟ لا حاجات كتير قوي. ايه في كتير جدا، انا بقول لك اهو. الزمالك ياخد الدوري للمره الثانيه اهو. دي لا دي بقى لها شويه بتحصل يعني. لا مش بقى لها ازاي شويه، هي ياخدوا الدوري مرتين ورا بعض، دي ده انجاز. فادي دي برضو حاجه، برضو طاغيه في 2022. الكلام جد، ايه اللي طاغي تاني في 22؟ ها ها، اكيد انت عندك حاجات برضو. في حاجه، احنا داخلين سنه جديده من غير لينا النهارده. يعني فين لينا النهارده؟ لازم كنا نعرف هي لا هي احلامها تبقى طاغيه بجد لو دخلناها فعلا من غيرها. مش داخلين بقى. يعني ايه ده يا لينا، انت مش تردي؟ لا مش عارف ارد وبتاع. طب يمكن رمزي وهشام يردوا مكان. عارف محتاجين نعمل لها مداخله تليفونيه. ممكن نعمل لها مداخله وعلى الهاتف معانا. الحمد لله ان انت مش موجوده في استوديو مالك في حاجه. لا 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 لا، ايه تاني؟ بس كده صح، الطاغي كده كله خلص. في اي حاجه تانية طاغيه ما خلصناش؟ طب بشكل عام بقى، هي كانت سنه مليئه بايه؟ مفاجآت، كل دي مفاجآت. يعني غير الحاجات اللي هي احنا عارفين انها تحصل زي كاس العالم، عارفين ان هو هيحصل، بس كله مفاجآت. بس هي كلها مفاجآت. طب بالنسبه لك انت، مش في العالم، مش في الحياه العامه، حياتك انت كان عام مليئ بايه؟ مفاجآت، مفاجآت مليئه بالمفاجآت. انا السنه دي كلها مفاجآت. اديني مفاجأتين حصلوا لك. مفاجأة اي تي سي، عيش سعيد ما كانتش في الحسبان وجت مفاجأة. جت وانا مش مستنيها، ما كنتش بسعى لها وجت لي. والحمد لله انها جت لي. والسنه كلها مشيت معايا كده بقى. في حاجات انا اصلا مش عايز اعملها، مش بكلم على دي تمام. كنت عايز تي في يعني، ما كنتش اسعى قوي يعني. بس في حاجات كتير انا ما كنتش عايز اعملها وما كنتش شايف لها قيمه، وجات لي وبقت هي القيمه كلها يعني كده. وفي حاجات كنت بسعى لها جدا وهموت واعملها، وجات لي وطلع ملهاش اي 30 لازمه كده يعني. فهي كلها مفاجآت، كلها غير متوقعه بالنسبه لي. طب انت من الناس اللي هي بتبتدي السنه بتاعتها بتو دو ليست، يعني هعمل كده السنه دي، هسافر البلد الفلانيه، حاطط تارجت اشتري كذا، انت بتعمل كده في اول بحط السنة؟ بحط حاجتين في بدايه كل سنه، وما عنديش وما اتكسفش ان انا اقولهم يعني، وما بعملهمش للاسف. ايه هم؟ ابطل التدخين واروح الجيم. لا، ابطل سجاير واشيل الحديد بتاعت
راح شعب العبد الرحيم. بالظبط هي بالظبط. بس والله العظيم هم دول فعلا والله. والله هم دول. بقالك كام سنه بقى عايز تعمل الحركه دي؟ بقالي كتير قوي، كل سنه وفعلا بقول لنفسي كده واتقدم اتقدم وهعمل دول وما بعملهمش خالص. انا برضو بعمل تو دو ليست، بس يعني في الاغلب يعني بعملها، لان انا من الناس اللي بتغصب على نفسي. انا اصلا انا قلت قبل كده في حلقه ان انا من الناس القديمه اللي هي بتمشي مش بس بتو دو ليست، انا بمشي بالنوت اللي هي بنوتة. يوم الثلاث الساعه من 12 لواحدة عندي كذا، ومن الخميس بتاريخ 11 يناير هروح اقابل صحابي الفلاني، حتى مواعيد الخروجات انا بحب اكتبها كده علشان انا بنسى. وانت طبعا قلت لي طبعا ده عامل السن صح قبل كده اتريقت عليا. ايوه عامل السن. انا بنسى. بس انت لسه يعني انت اصغر مني بشويه حلوين، يعني لما توصلي عندي هتبقي مفيش خالص. لا هبقى ساعتها اكيد حطوني في اي دار مسنين وخلاص. لا هتبقي مفيش خالص، هتبقي يعني مفيش فكره. اتمنى يكون عيالي ربيتهم كويس ان هم ما يرمونيش في دار مسنين عشان ابقى نسيتهم اصلا. ايوه فيعني فبقول لك انا بعمل تو دو ليست، ببقى عندي احلام وببقى عندي حاجات بستظرف. كملي بس السنه دي بشويه افيهات يا جماعه. انا تعبت. ايوه كل الحاجات دي. طيب بعمل بقى التو دو ليست بتاعتي. ببقى نفسي في حاجات اجيبها، ببقى نفسي في حاجات اعملها، اماكن اروحها، سفريات اسافرها. كل الحاجات دي بعملها في ليست، والحمد لله يعني بعرف اضغط على نفسي في حاجات كتير منهم. طب حلو قوي. بس في حاجات طبعا بتقوم معموله. انت هتضغطي على نفسك دلوقتي. استني بس، انت هتضغطي على نفسك دلوقتي واخدك انا وانت ننزل الشارع نشوف الناس برضو معانا في المواضيع دي ولا ايه، ونسالهم بقى على 22 وايه اللي حصل والحياه وبتاع مش عارف ايه. ايه رايك؟ وكان عم مليء بايه؟ وكان عم مليء بايه؟ ونشوف احنا نقول كان عم مليء بايه. ولو حد قال لك عكس اللي انا قلته اديك اللي انت عايزاه. اوكي. طب يلا بينا. يلا النهارده نزلت الشارع اسال الناس بقى ايه سنه 2022 دي كانت بالنسبه لكم ايه. اكيد سنه سكر، اكيد سنه عسل، اكيد سنه مليانه حاجات حلوه كتير. اكيد اسيبكم انتوا تجاوبوا عشان انا عارف الاجابه، بس هي سنه عيش سعيد بالنسبه لنا. فسنه كيوت، سنه عسوله خالص، بس انا اعرف الناس بقى ظروفها ايه. ف عايزين نعلم يعني مساء الفل. مساء النور. اتعرف بيك. زياد محمد. انا اسمي عمر ياسر. عمر ياسر. الشهرة عمر ماريو. ده الشهرة بتاعي. ايه بتلبس طاقية حمراء وبتاع مش لا 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 خالص، هو كان ليه حوار. لا لا كان ليه حوار قديم كده. ماشي. ما علينا. تمام. اسمي انجي، عندي 24 سنة. واسمك اسمك انجي ايه؟ انجي وليد. سارة. محمد فرج. محمد فرج. مساء الفل يا محمد يا فرج. اهلا وسهلا بحضرتك. عندك كام سنة؟ 32. نورجان. ها؟ نورجان. اوكي انا متاكد ان انت يعني الاسم ده انت خدتي عليه كميه حاجات كتير جدا. لا مرجان احمد مرجان بقى وحياته تحفه كده. بس دي ما جاتش في دماغي بس حلوه. لا مش عايز اسمعها تاني. معاك مين يوسف؟ معايا انا؟ ازيك يا حبيبي؟ حبيبي مين معايا بقى؟ انا اسمي ايهاب صالح. معايا انا؟ ايوه معاك انت، بس انا ما قلتش انا معاك. ماشي. بتعمل ايه في حياتك؟ بروح المدرسة دلوقتي و يعني الرياضة مش قوي، بنزل الجيم ساعات. طب حلو بتروح الجيم. دي حاجة جميلة جدا. بتعملش اي رياضة تانية؟ لا جست جيم. بتروح الجيم وخلاص. بس بالليل بقى مع صحابي. المهم انا في السي اي سي في هندسة. كلية هندسة. هندسة مدني. هندسة مدني حلو. جميل. بس جامعتي في الشيخ زايد. بس كده تقريبا اهم الحاجات يعني. جامعتك في الشيخ زايد بس انت من ابناء المنطقة دي؟ عايز تجمع اصلا. اوكي. بس جاي الكوربه طبعا عشان التجمع النهارده. قلنا بقى نغير فاهم. انا كان بقى العربيه وانا ننزل نتمشى بقى نشوف الناس وايه نجدد. حلو يعني. حاجه جديده يعني. حلو حلو حلو. انا استاذه في الجامعه. ايه استاذه في الجامعه؟ ليه تعملي في نفسك كده؟ عشان بحب التدريس. الصراحه يعني ولا حاجه. يعني اصل انت في مرحله في حياتك
الطبيعي بتاعها يبقى ولا حاجه. الطبيعي بتاعها بتذاكري عشان تنجزي اللي انت فيه عشان تخشي الجامعه. ايوه بالظبط كده. هو بس يعني مش رياضه يعني. انا بص انا في العادي على طول في بذاكر او عندي درس. لو غير كده انا مهم قوي بالنسبه لي ان انا اعمل اكسترا كريكولرز بره المدرسه. حلو قوي. فانا بعمل مينلي ام يو ان عشان انا عايزه ادخل بوليتكس واكونومكس. ام يو ان دي اللي هي الامم المتحده المصغره. صح بالظبط. اتس موديل يونايتد نيشنز. فانا على طول بعمل حياه كده شغل في ام يو ان في مدارس مختلفه عشان انا عايزه ادخل سياسه واقتصاد. انا اصلا خريج علوم جيولوجيا. علوم ايه؟ علوم جيولوجيا. 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 ايوه 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 ايوه. حد في الطوب ولا حاجه؟ لا جيولوجيا. لا لا خالص. وبتعمل ايه؟ انا يعني عملت شيفت كارير كده بعد 5 سنين من التخرج. اشتغلت ساينس تيتشر. والخمس سنين قبلهم كنت بتحد في طوب؟ كنت في طوب. فانت مدرس علوم. ساينس. انا والله يعني عايش حياتي اهو بسعى وبشتغل ويعني عاوز اوصل يعني لحاجه حلوه بس. حلو قوي. ما احنا هنعرف ده كله. بتشتغل ايه بقى؟ انا اصلا شغال محاسب. شغال محاسب؟ شغلانه جميله. يا عايز اقول لك يعني انا بعمل في اليوم يمكن 500,000 بس للاسف ما باخدهمش انا. ما هي دي المشكله. يعني انا بقدم فلوس بس مش ليا انا. فالموضوع صعب يعني. صعب. انا عايز اقول لك بتقهر كل دقيقه. طيب 22 سنه 22 خلاص هي بتشطب او شطبت. كانت ايه بالنسبه لك؟ كانت سنه بصراحه مرهقه. مرهقه 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 بس يعني احسن من السنه اللي قبلها بصراحه. انت شايف كده؟ انا شايف انها يعني احسن. انا شايف ان تعرفت على ناس اكتر، ناس احسن بكتير. بس يعني كانت سنه مشيت الحمد لله. كانت سنه رخمه بصراحه، عجزتني شويتين. رخمه؟ عجزتني شويتين. لا بس كان في حاجات كانت حلوه يعني. ماشي. بس يعني الصوره العامه انها سنه رخمه. في التوتال بتاعها لا، ما كانش الطف حاجه الصراحه. يعني كبرتني شويه. كبرتك طويله. كبرتك ازاي؟ احكي لي. يعني كان في مواقف كتير. كان في مواقف كتير مش لطيفه يعني. بس برضه كان في حاجات حلوه يعني. ممكن نتكلم عن الايجابيات. حاجات الايجابيه زي ايه؟ يعني كانوا شايلوا عليا في شويه حاجات. انا بعمل تيك توك. ايوه. ما انا عشان كده انا عايز اوصل لده. دي كانت حاجه برضه لطيفه. كانوا شايلوا عليا في الحوار ده. بدات ان انا الناس بقت عارفاني شويه. الموضوع بدا يبقى لطيف ومش عارف ايه. الموضوع بدا يبقى لذيذ يعني. كانت بالنسبه لي سنه خلتني الاقي نفسي اكتر واعمل اللي انا بحبه اكتر عشان انا كنت في الاول لسه مش عارفه قوي اعمل ايه. والسنه دي ساعدتني ولقيت فيها اوبورتونيتيز كتير قوي فرص. من اكتر السنين يعني لقيت لي فيها نفسي وقدرت ان انا اشتغل على موهبتي. اشتغلتي على موهبتك؟ يس. دربتي نفسك ولا في حد دربك؟ بصراحه في حد دربني طبعا. كنت خدتي كلاسز فوكاليزم؟ خدت فوكال كلاسز. وبعدين انا ابتديت بقى انا انفست في نفسي اكتر يعني. ابتديت انا اقعد اسجل لوحدي، انزل حاجات، فالناس تديني اوبينينز كده يعني. سنه 2022 كانت بالنسبه لي نور كبير قوي دخل في حياتي. حاجات كتير قوي اتفتحت لي، حاجات كتير قوي بقت احسن، فانا بقيت احسن. فبالنسبه لي دي حاجه كبيره قوي يعني. والله كانت سنه حلوه. الحمد لله ما شاء الله. دي انت عارفه ان انت حاله نادره جدا. لا ليه كده؟ لا. يا رب كله يبقى كويس. لا طبعا اكيد يعني. هي سنه 22 الحمد لله انها كانت حلوه عليكي. الحمد لله. يعني الاغلبيه العظمى كانت سنه زي العسل. الحمد لله. الحمد لله. ايوه. هو بره عن ايه ده؟ ده زاد ده غلي. لا الحمد لله كانت كويسه. يعني مرة عن ده زاد وده غيري. ده غيري ومش ده اللي كان حتى في اخر السنه بالذات يعني. ايه ده؟ ده رايح فين؟ ايه ده؟ ده زاد ده غيري. لكن لا الحمد لله رب العالمين كانت كويسه جميله يعني. الحمد لله. الحمد لله. انت مرتبط؟ في نعمه. الحمد لله متزوج وعندي بنتين صراحه يعني. سنه زفت. سنه زفت صح. سنه ما كانتش حلوه. سنه متعبه صراحه. والحمد لله يعني. بس طبعا الحمد لله قبل اي حاجه وبعد كل حاجه ما احنا فاهمين. بس هي انت جبتي خلاصه يعني بالنسبه لك انت. كان سنه صعبه. اوكي. 22 كانت عامله لي كده بجد. ازاي كده؟ كان كده كده يعني. كانت عامله كده. والله بجد. طب عايز ايه من 23 تعمل لك ازاي؟ عايزه يعني. خايف ان هي تعمل لي كده. ليه يا عم؟ والله العظيم بجد. لا يا عم ان شاء الله تضحك. خايف من كده. انا زي العسل. فاتمنى بجد يعني ان هي يعني تخف شويه. 22 اتعلمنا منها حاجات كتير طبعا. واذتنا يعني. في ناس اتاذت بس اتعلمنا.
ومفيش سنة هتعدي غير لما نتعلم وإيه بالأذية كده. بس إن شاء الله فأتمنى 23 نتعلم بس من غير أذية، يعني هتأذينا كفاية أذية كفاية بقى أذية. عايز إيه في 23؟ عايزة في 23 بقى أتعرف أكتر، يعني ابقى اوصل بقى الهوبي بتاعتي دي لناس اكتر، وناس بقى تبقى عارفاني وغني راب. طبعا انت عايز تغني راب فعلا في السين؟ اوكي دي حقيقه، عشان السين بتاع الراب والتراب في مصر ما فيهوش الجنس الناعم بالظبط، مش غير واحده يمكن او اتنين. اتنين بس، باري وحد كمان بالظبط كده. فانت عايز تخش حته عايز اخش بس انت بتعرفي تغني عادي بالظبط غنى، مش بس اوكي، يعني مش حاجه معينه يعني. طيب امنيتك ايه ل 23؟ امنيتي ل 23 ان انا الاقي نفسي اكتر واعمل امباكت اكتر في المجتمع، يعني انا بحب قوي الامباكت، بحب قوي ان انا ازود فاليو لاي حد بقابله او اي مكان بدخله، يعني فده اللي فارق معايا قوي. توقعاتك ل 23؟ انت مش للدنيا يعني، انت بالنسبه لي انا يعني ان شاء الله تبقى سنه جميله سعيده. خلاص بص، انا هدفي مثلا ان اشوف اولادي كويسين، مش بهزر، انا هشتغل واشوفهم كويسين. مش اتجوزت وفي عيال؟ بالظبط، هم كل حاجه. بالظبط والله، انك تشوفهم كويسين، تحقق لهم اللي هم عايزينه، تحاول تسعى اكتر شويه عشان تحقق لهم اللي هم عايزينه، يعني مش اكتر. يعني نفسك في ايه في 23؟ صراحه عايز اجيب، انا داخله اي سي تي، انا دخلت اي اس تي خلاص، عايز اجيب درجه حلوه في الاي سي تي، و عايز اكون كويسه يعني مع عيلتي واصحابي زي ما انا دلوقتي الحمد لله. حلو جدا، وبس كده يعني، مش عايزه حاجات كتير. بيرفكت يعني، قنوعه. أيوة. عايزه تقولي ايه للناس بقى لما تقولي للناس عشان تعيش سعيد اعمل كذا، تقولي له ايه؟ هقول بطل تسمع كلام الناس كلها اللي حواليك، والناس يقول لك لا مش هتعرف تعمل ولا هتعمل. لو انت بتحب حاجه جو افتر ات، يعني اللي بيحب ان انا يحصل لي بحاول ان انا اعمله مع الناس على قد ما اقدر. يعني بحب مثلا الناس مثلا تضحك في وشي او تكون مبتسمه، بحب اضحك في وش الناس، اكون لطيف مع الناس. عايز اوصل لحاجه ببدا ان انا اعملها عشان الحاجه دي مثلا تفرحني او تخليني واثق في نفسي، ببدا ان انا اشتغل عليها شويه. لما بتبدا تحصل بتبدا تديك يعني زقه في حياتك، او تبدا تديك بوش كده ان انت ايه، تبدا حياتك تبقى احسن، حياتك تبقى الطف، تبدا ثقتك في نفسك زياده فحياتك تبقى احسن شويه كده. يعني اردوا كل حاجه عندكم و بس رضا، يعني هو رضا بكل حاجه موجوده يعني. بس وجهه نظري عشان تعيش سعيد، اشتغل، اعمل اللي عليك. وجهه نظري يعني اهم حاجه فيهم خالص الرضا. بنقول ان الرضا هو سكر الحياه، الرضا هو سكر الحياه. ارضى ربنا هيحل حياتك ويخليها سعيده. اشتغل، اعمل اللي عليك، وارضى باللي ربنا يديهولك في الاخر. يعني الحياه السعيده ان انا اكون راضي عموما عن الوضع اللي انا فيه، ومع الرضا اللي انا فيه ده بحاول وبسعى ان انا اعمل حاجه ثانيه وحاجه اعلى، واوصل للي انا عاوزه واللي يخليني انا سعيد. يعني دلوقتي انا تعبان وبشقى وبتعب، ده طبيعي، دي مرحله طبيعيه في الحياه. مش هقعد في البيت وانام واقول انا يا جماعه انا سعيد، انا سعيد. لا، انت هتبقى سعيد بالاسم، مش سعيد يعني حاجه مفرحه. بس فيعني كل واحد يشتغل، كل واحد يعمل اللي هو قادر يعمله وفوق طاقته كمان، عشان يقدر يبني مستقبله ويبني حياته، يوصل لمرحله يقعد ويقول يا جماعه ده انا كنت تعبان ودلوقتي خلاص ارتحت. فدي لوحدها كفيله ان هي تكون في سعاده. لما توصل للمرحله دي قول لي. والله يعني انا بص بقول لك انا مش هبقى موجود، مش همشي كده. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Earth at Jupiter and Mars. In other words, I love you. ورجعنا لكم تاني علشان نكمل حلقتنا، ودلوقتي بقى هنشوف سوا توقعات السنة الجديدة، وهنعرف ايه الابراج اللي حظها السنه دي جاي تمام، وابراج تانية تخلي بالها من نفسها كده وتمشي جنب الحيط، وفي رساله كده هل جايلنا من الفلك ونصيحه جايلنا
في 2023. كل ده هنعرفه من ضيفتنا خبيرة الأبراج إيمان خير. أهلا بيكي منورة عيش سعيد. أهلا بيكي وكل سنة وأنتم طيبين. حبيبتي وأنت طيبة. السنة الجديدة إيه؟ نقلق ولا ما نقلق؟ عسل. حلوة إن شاء الله بإذن الله. حلوة. مساء العسل. مساء الفل. طبعا أنا متفائل جدا جدا بـ 2023 دي. مالك؟ لا اصل انا يعني اصل انا كنت انت هو نفس الشخص اللي كنت معايا من شويه ولا ايه؟ دي حاجه حلوه يعني على الاقل انت حتى لو متفائل ده معناه ان انت هتجذب حاجه حلوه هتحصل فدي حاجه كويسه. ده لو متفائل بس هو اصلا مش متفائل. لا في فرق بين الشخص ان الشخص يبقى ايجابي. فانا الحمد لله بطبعي بدعي ان انا شخص ايجابي. ما هو السرطان صعب ان هو يبقى ايجابي قوي. رجالة السرطان. لا ثانية واحدة. أنا أصلا رجالة أنا كنا بنتكلم قبل وقالت إن برج السرطان ده من الشخصيات. معلش أنا أسفة لازم أيوة. أفهم ليه دول من الشخصيات اللي هما ممكن يقتلوا ومحدش يكتشف جريمتهم غير بعد 30-40 سنة من كتر ما هما بيبقوا هاديين بعد ما تكون لأن هما المود عندهم المود سوينجز بتتغير. أيوة. فأنت المود بتاعك ممكن يوديك إن أنت تقتل حد بس تقعد كده هادي وراسي واذكياء كده وخلي بالك واذكياء واضافت ان احنا اذكياء. بس قالت لي بقى فاجئتني ان انا مش سرطان. انا طلعت مش سرطان. انت اخر السرطان فانت احنا بنقول اول اللي هم العشريات. هو بالتحديد اول 7 ايام واخر 7 ايام بيبقوا اكتر متاثرين بالبرج اللي قبليه والبرج اللي بعديه. فانت متاثره اكتر بالاسد وطلتك طلت اسد يعني. السرطان اكتر بيبقوا هاديين وكيوت. قال لك طلتك طلت اسد. لا ثانيه ودي اصلا اخرها دي بجد دي طلت ارنب على طلت فكره أسد. ما هو دي خطوره السرطان اصلا. هي خطوره السرطان ان انت بتبقى شايف ان هو جميل ورقيق فهو بيعمل كل حاجه من غير وهو يبقى اكتر شخص مستبعد. محدش بيصدق ابدا ان ده ممكن يعمل اي حاجه. هو خطورته بتيجي من هنا. أريم مواضيع جامد خاطر. أيوة الكلام ده انا مش مكمل الحلقه دي. بس فهو دايما بيبقى البعيد عن اي عن الشبهات. هو مستوى الشبهات. هو مستوى الشبهات. محدش يصدق ان الجميل ده ممكن يعمل ده. وانت ايه؟ طيب انا ميزان. بيبقوا ايه دول ظروفهم ايه؟ مش شايفه عقل ورزانه وكده. طبعا انت لازم هتمدحي في نفسك. طبيعي لازم امدح في نفسي. طب انا هبتدي اول سؤال ليا النهارده وهو السنه اللي هي 2023 اللي جايه علينا دي. طيب كلمة واحدة دي يعني نوصفها بإيه؟ روحانيات عالية. فالناس هتبقى أهدى لأن رقم 7 مؤاخذة دي قابليني. مين الناس اللي هتبقى أهدى؟ بصي رقم 7 إحنا دايما بنشوف الرقم تجميعة السنة إيه فبنشوف دلالته إيه في علم الأرقام. 7 من الدلالات الروحانية. عندنا 7 سماوات. عندنا الألوان 7. عندنا ده رقمي المفضل كمان. رقم هتلاقوه في كل الحضارات القديمه والديانات. رقم ليه دلاله قويه جدا. عجائب الدنيا 7. عجائب الدنيا 7. السبعه المسجات كتيره. في كتير يعني. ايوه كتير. فهو رقم اصلا دلالته فيها روحانيه وفلسفه. بيحكمه كوكب نبتون. كوكب نبتون ده الكوكب اللي بيحكم برج السرطان. كوكب ايه؟ نبتون. انا اعرفه في الشاي بس تمام. لا هو كمان عندنا. معاكي. هو كوكب الفلسفه والحكمه والروحانيات والتعمق في الاشياء. مش اللي هو ايه بناخد الحاجه ونطلع نجري. فالناس اكتر هيبقوا بيدوروا على الحاجات الروحانيه. الروحانيه هنا مش معناها الحاجات الدينيه او العبادات. لا الروحانيات ان انت بتدور على معنى للحياه، على عمق للحياه، على المعرفه، على الفلسفه. فدي حاجه بتخلي الناس اهدى. غير مثلا 2020 كانت سنه اللي هو احنا كلنا طلعنا عنا. 2021 رقمها 5. كانت سريعه واحداث كلها ورا بعض صعبه. السنه اللي او السنه بتاعتنا دي اللي لسه هتخلص كانت 6. ال6 كان الحاجات اللي بتستقر فيها بتثبت شويه. فده هيدي للناس راحه اكتر ان هي تدور على معنى لحياتها. لان اكتر الحاجات اللي بتسبب للناس تعب وانها ما تبقاش مرتاحه ان هي مش عارفه هي عايشه ليه. رقم 7 هيدي للناس ده السنه دي ان هم هيبقوا اهدى. ومن اكتر الابراج اللي هيبقى عندهم ده السرطان والعقرب. هيدوروا على معاني للحياه. والسرطان في الحقيقه ان هو بيبين ان هو مش مهتم بالحاجات. لكن هو من اكتر الابراج اللي بيبقى عنده تفكير وحكمه
وعقل وتلاقيه وسط الشارع. طب واللي مش عايز، واللي مش عايز العقرب يستفيد يعمل ايه؟ اللي مش عايز العقرب يستفيد صعب، العجز العقرب هيستفيد بشكل قوي جدا. لا ده كده سنة مش عجباني خالص. بس اللي هيقوده لو انت سرطان وعقرب، اللي يقوده السرطان. حلو قوي. هيكون هو بس. ايه سمع؟ تمام، ده البيت عندنا كده. وهو على فكرة العقرب أصلا ما بيحبش يخش في تفاصيل. العقرب يدي لك الصورة من بره أو يدر لك الموضوع من بره، وانت بقى خد تفاصيل وكمل بيها. فدي حاجة بتريحه جدا. فهي سنة هتبقى فيها فلسفة، فيها عمق، فيها روحانيات للناس كتيرة جدا. رقم 23 ده أصلا رقم اسمه النجم الملكي. الرقم ده بيدعم ايه بقى عندنا السنة دي؟ بيدعم المشاريع التجارية، بيدعم النجاحات والتفوق. أي حد عنده الرقم ده في تاريخه ميلاده هيبقى عنده ناس بتساعده من أصحاب نفوذ، يعني هتبقى دايما أموره بيقدر إن هي تمشي من خلال علاقاته بالناس اللي حواليه. اطمن بقى يا بوبا، يعني نصبة الشاي اللي انت عايز تعملها ممكن تبقى هتبقى كويسة جدا. أنا ممكن أطورها، أعمل نصبة شاي وقهوة يعني اكبر حاجه اعلى. رقم جالب للحظ، في حظوظ، في مستقبل، اي حاجه فيها مشاريع وتحقيق اهداف وخطط يعني ماديه طويله المدى فيها نجاحات السنه دي ان شاء الله. قلنا كل المشاريع التجاريه هتبقى ناجحه جدا، هيبقى في ترتيب، الناس هترتب الحاجات بناء على معرفه وعلم حقيقي وتقصي وترتيب، مش اللي هو الحاجه بتطلع بشكل عشوائي وبعد كده ما نعرفش هي اساسها ايه اللي كان حاصل السنين اللي فاتت. اول 3 شهور هتبقى فتره حرجه، لكن بعد كده الناس هتبدا من بدايه الربيع ترتب او تستقبل فعليا السنه بشكل جديد. عندنا هتظهر معلومات عن مواضيع ليها علاقه بموراء الطبيعه والاستكشافات وكواكب جديده، عن ظواهر طبيعيه جديده هتظهر. عندنا العلوم الروحانيه والباطنيه هتظهر بشكل كتير، الناس هتبقى اكتر منجذبه للحاله دي بشكل افضل. الالوان اللي هتبقى مناسبه للسنه دي هيبقى الاخضر والاصفر والابيض، بتبقى من اكتر الالوان اللي هتبقى متناغمه مع طاقة السنة دي. الأحجار الكريمة اللي هتبقى برضو مناسبة للسنة دي حجر القمر اسمه مونستون، وحجر عين القط اللي هو كات آي، واللؤلؤ، وحجر القمر بالذات لو أي حد هيبقى بيلبسه من الأفضل إن هو يبقى يعني ملامس لجسمه بشكل مباشر. الحاجات اللي الصحة للناس هتبقى محتاجة إن هي تاخد بالها منها، أي حاجة ليها علاقة بالحساسية، حساسية الجلد، الحبوب، أي مشاكل جلدية دي هتبقى أكتر حاجة، يعني حتى لو ظهر أي حاجة هتبقى فيروس ليه علاقة أكتر بالحاجات الجلدية. بالنسبة للورود مثلا بس يعني إن شاء الله تبقى حاجات يعني إيه بسيطة، ما يتطور يبقى الشمبانزي. سلالة الشجرة كلها. الأبراج اللي عندها حظوظ أكتر، لا إحنا بقى الأبراج، لا استني استني هنا بقى وناخد الأبراج من أول برج لآخر برج، كل أوكي. برج يعني تقولي له نصيحة للسنة وتقولي له يعني ياخد باله من يعني هيحصل له ايه، حاجه حلوه وحاجه وحشه لو عندك توقع. بصي انا دايما مش بفضل فكره الوحش، لكن بفضل ان ايه اللي الطاقه فيه هتبقى ضعيفه فياخد باله من الحته دي، مثلا سواء في الفلوس، في العلاقات العاطفيه، في الصحه. ما هو احنا هنتكلم في حظهم كل في الحظ واحد واحد. حظه هيبقى ايه؟ الاول لو خدناهم بشكل عام، الاكثر حظا ل 2023 الثور والجوزاء والاسد والميزان والجدي والعقرب والعذراء، دول النص الاولاني من السنه. النص الثاني من السنه الحوت والدلو والسرطان والقوس. لما بنقول نص السنه الاولاني ونص السنه الثاني، ده بيبقى معناه ان في ناس بتبقى في حاجات بتتقفل عندهم، فبتبقى يعني لسه في شويه السنه بتشد، وتيجي على السنه النص الثاني تبقى الدنيا بقت لطيفه، وناس العكس. هنبدا باول حد برج الحمل. عندنا السنة بتاعته هتبقى بالنسبة للشغل عنده، هو عنده فرص مالية ممتازة جدا، وعنده فرص مهنية كويسة جدا، وعنده فرصة ان هو يقدر يعمل نقلة قوية في حياته المهنية. اللي محتاج ان هو ياخد باله منه جدا هو التأخيرات، ما يأخرش الحاجة ويعطلها ويبقى خايف ومتردد ان الحاجة ما تتمش، علشان عجلة الحظ عنده هتبقى سريعة، فالخطوات محتاجة ان هي تتم بشكل سريع. بالنسبة للعاطفة عنده حب جديد، عنده علاقات عاطفية، عنده ارتباط رسمي، عنده فرصة ان هو يبقى فيه اطفال ان شاء الله. بالنسبة للصحة بقى محتاج ان هو ياخد باله جدا من الاكتئاب
ومن الكسل ومن ان هو يبدد صحته على الحاجات اللي مش مفيده واللي ملهاش لازمه، لان اوقات الواحد لما بيبقى عنده ضغوطات كتيره بيقرر ان هو يضيع وقته في اي حاجه. برج الثور في الشغل النص الثاني من السنه على بدايه الصيف هيكون هيبدا بقى يحصد التعب والمجهود اللي هو عمله على مدار السنه، عنده نجاحات مهنيه كويسه جدا، هيوسع دايره علاقاته بشكل كبير، نجاحاته هتبقى في الفعاليات اللي بيحضرها، يعني كل ما هيوسع شبكه علاقاته كل ما هيبقى عنده نجاحات مهنيه كويسه. في عنده سفر وعنده انتقال من مكان لمكان. بالنسبة للعاطفة هيعيش قصة حب استثنائية، حياته العاطفية هتبقى مميزة جدا جدا ليه، أكتر كمان من حياته المهنية، على قد ما هيبقى فيها مكاسب حياته العاطفية هتبقى قوية جدا. أهم حاجة ياخد باله من الغيرة الزيادة، لأن هو كأنه هيبقى لقى حب حياته فهو هيبقى متملكه بشكل كبير. أهم حاجة إن هو في شخص مهم في حياته هيبقى محتاج إن هو يحافظ عليه، لأن هو ممكن يفقده لأنه مش هيقدر قيمته غير بعد ما يخسره. خلي بالك برج الثور حافظ على الشخص المهم في الصحة، ياخد باله من القلب ومن الرئة ومن الضغط. اوكي. برج جوزاء. الجوزاء. أوكي. الجوزاء عنده أوضاع الشغل هتبقى ممتازة، هيبقوا أصحاب الوظائف الإبداعية هيبقوا هم الأولانيين من أبراج الجوزاء اللي هيبقى عندهم نجاحات كبيرة. عندهم تحسن مالي بداية من شهر 4 بداية الربيع، في تدفقات ماليه، في فلوس كانت ليه عند ناس هتبدا ان هي ترجع من تاني. عبال السرطان يا رب. يا رب. الوظايف اللي بتعتمد في برج الجوزاء على المشاريع اللي هو دار النشر، المشوره، التدريس، الصحافه، التسويق، الاذاعه والتلفزيون، كلها هتنجح جدا. فاي حد من برج الجوزاء بيشتغل في المجالات دي قوه الكلمه عنده هتبقى مؤثره جدا جدا عكس اي وقت تاني. علاقاته العاطفية هياخد أخيرا زمام المبادرة ويبدأ علاقات حقيقية في حياته وناجحة وقوية جدا، وهيبقى عنده حب جديد مع نهاية الصيف. في الصحة يكون حذر من التوتر والحزن، مشاكل الأعصاب، العمود الفقري والعين. أوكي، ندخل بقى على السرطان. على السرطان. طيب. خلي بالك يا إيهاب. أهو أن 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 المفروض ينزلوا. مغامرة جديدة، إنجاز وتصميم مهم جدا في حياته، عنده بدايه مشروع مهم جدا السنه دي. الشاي معروف. ايوه، هيشتغل فتره الصيف في مشاريع ناجحه جدا، الشاي غالبا هيبقى في الساحل. كل المشروعات الماليه والمهنيه اللي هتبدا في فتره الصيف هتستمر معاه على مدار سنين، يعني مش هتبقى مؤقته. اهم حاجه استثمر في المشروعات طويله الاجل، ما تستثمرش في الحاجات الصغيره واحذر شركائك. بدايه من الربيع شهر 4 هيبقى عندك اي اجراءات ورقيه هتتم بشكل سريع، وعندك سفر للعمل كتير السنه دي. ان شاء الله. لا ان شاء الله. استبشر ان شاء الله وكل حاجه هتتم. ماشي. العاطفه نهايه علاقات في الربع الاول من السنه. يا ساتر يا رب. قلت مع بيتك يا رب. ايرور. احنا الرد عكس بعض. بالظبط. ايرور. مع الربيع هيبقى في دخول في علاقات جديده. اوبا. في بسرعه كده؟ ان شاء الله. هلا هم ما عندوش وقت على طول. البنات اللي مستنيه حمل ان شاء الله عندهم فرص باذن الله، هيبقى في حمل اللي هم متجوزين. هيبقى عندهم عروض جواز، علاقات ناجحه، شفاء من جروح من الماضي. فهو السنة دي السرطان هو هيبقى مختلف تماما، كل حاجة هتبقى عنده سريعة. ما عندوش وقت يضيعه. حلو قوي الكلام ده. بالنسبة للصحة، أي مشاكل كان ليها علاقة بالصحة السنة اللي فاتت هتتحل بإذن الله السنة دي، وهيبقى أحسن بكتير وهيبقى عنده شفاء من كل الأمراض. طب الحمد لله. برج الأسد سنة المعجزات. طب أنا كنت أركز مع السرطان دلوقتي ولا أركز مع الأسد؟ ما أنت قلتي لي إن أنا بقيت أسد دلوقتي، أعمل أركز مع الاثنين مع بعض. الأسد بقى سنة المعجزات بالنسبة له. سنة قوية جدا جدا على المستوى المهني، هيتعاون مع أشخاص مميزين جدا، هيظهر في حياته أشخاص داعمين، هيشتغل معاهم في مشروع مهني ناجح جدا، هيدر عليه اموال ممتازه. عنده تجديد لحلم قديم كان ضاع من زمان وما تخيلش ان هو ممكن يوصل له، منصب مهني مهم جدا جدا، وفي شخص هيساعده في الخفه، يعني هيبقى هو داعم ليه من ورا الستار، بس هيوصله لمنصب مهني مهم جدا. في العلاقات العاطفيه الاسره بقى
هتبقى طاقة الحب والأسرة، هيبقى عنده سفر مع الشريك ومع العيلة، حياته هتبقى إيجابية جدا، وهيبقى فيه لم شمل الأسر من شركائهم اللي هم من برج الأسد. الشريك ولا العيلة تختلف؟ ما هو العيلة ممكن يبقى الشريك، ممكن يبقى فيه واحد بس متجوز مراته في مكان وهو في مكان، أو إن العيلة المرات والولاد هيتجمعوا، هيحصل لم شمل من تاني. الصحة هيبقى عنده شفاء من أمراض قديمة مزمنة، خصوصا اللي ليها علاقة بالقلب، وحالات معلقة من فترة نتيجتها هتبقى مبشرة، يعني لو كان عنده أي أمراض بقى لها فترة طويلة النتيجة هتبقى مبشرة جدا إن شاء الله. برج العذراء سنة السلطة والقوة، وده على عكس برج العذراء برضو، سنة فيها سلطة وقوة، هياخد وظيفة أو منصب جديد ليهم نفوذ وقوة جامدين جدا جدا، وده على عكس برج العذراء اللي ما بيحبش يبقى في مناصب تخليه يبقى قدام مش الكاميرا، يعني ما يبقاش بشكل مباشر قدام الناس. برضو عنده دعم من أصحاب النفوذ وعنده نجاحات كبيرة. عدوه الأساسي هيبقى التأجيل وتأخير الفرص، لأن الفرص هتجيله بشكل سريع جدا، اللي هو لو ما جت أول لما تيجي لازم إنك تقتنصها علشان تاخدها على طول. إذا أجلت وترددت وفكرت بشكل طويل هتعدي منك وتضيع عليك. في العاطفة عنده علاقات ناجحة وقوية، عنده فرص جديدة لتحسين علاقاته بتاعة دلوقتي. اي مشكله عنده في علاقاته العاطفيه هتتحل. بالنسبه للصحه ياخد باله من الجيوب الانفيه، من الجهاز العصبي والقلق والتوتر والعمود الفقري. برج الميزان شغله هيزيد، من عنده نجاحات مهمه جدا. طبعا كاتبه لنفسك انت احلى حاجه. طبعا لازم طبيعي يعني شغله هيزيد، هينجح جدا، يعني صاحب الدكان كتير. مش صاحب الدكان. ايوه يبقى لازم يكتب لنفسه حاجات حلوه. عنده نجاحات مهمه في شهر 7، مع شهر 4 عنده عقد جديد، مع بداية من شهر فبراير هيخد تجربة مميزة جدا هيستمتع بيها. نجاح لأصحاب الأعمال الفنية، الممثلين والمغنيين، سر نجاحهم هيبقى ان هم هيستمتعوا بالتجربة اللي بيقدموها، وهيبقى عندهم سلطة ومنصب تجديد في البيت او مكان الشغل. بالنسبة للعاطفة هيقدر ان هو يوازن ما بين علاقاته، علاقاته هتبقى فيها استقرار اكتر من الفترات اللي فاتوا، هيبقى فيها يعني حب اكتر، والصحة عنده الحمد لله احسن من السنين اللي فاتت. برج العقرب يعني هيبقى عنده شوية مشاكل مالية، هيبقى عنده نزاع على بيت بينه وبين عيلته، يعني حاجة ليها علاقة بورث او كده تبقى بينه وما بين العيلة، هتخلي فيه مشكلة بينه وما بين العيلة شوية، هيتخلى عن العيلة فترة مؤقتة من علشان فرصة عمل مهمة جدا هتغير حياته، فهيختار ان هو ياخد فرصة الشغل دي. هيبقى شوية عنده أزمات عائلية ليها علاقة بالشؤون المالية الشخصية والمسؤوليات وضغوط العمل لغاية النص الأولاني، بعد كده النص التاني هتبدأ الأوضاع تتحسن بكتير، هيكون لازم يواجه مشاكله ويختار معركته، يعني دي سنة بالنسبة له مصيرية جدا. في العاطفة هيعبر عن مشاعره، أي مشاكل بينه وما بين الشركة في وجهات النظر هتبقى موجودة لغاية شهر مايو، بعد شهر مايو هتبقى الأمور بتتحسن بينه وبين الشريك جدا. في الصيف عنده ارتباط جديد، الصحة، مشاكل القلب والضغط، وياخد باله من الانفعالات والخوف. برج القوس هيبقى عنده صراع قوي في الشغل لمدة 6 شهور الأولانيين بينه وبين زملائه. 6 شهور الأولانيين ده كتير. ده صراع، دي حرب. ده مش صراع. ليه؟ لأن القوس السنين اللي فاتت اللي كلها أصلا كان طول الوقت مش بيواجه، يعني بيستحمل بيستحمل بيستحمل، ودي أخطر حاجة في القوس، إن هو وقت ما هينطلق أو هينفجر كله يستخبى على الكهرباء، لانه يعني الوضع هيبقى صعب جدا، وده اللي هو هيقرر ان هو يعمله السنه دي. انا خفت والله عشان رئيسه التحرير، بس لا بس هم اقوياء، بس هم اقوياء جدا. هيبقى في عنده صراعات بينه وبين الزملاء او بينه وبين رئيس العمل. وهيبقى لازم يبقى في فريق كسبان وفريق خسران، مش هيقدر ياخد الفريقين مع بعض. هيبقى لازم يحسم ما بين حاجتين مهمين عنده، لازم يخسر حاجه عشان يكسب حاجه، بس هو الحقيقي ان الحاجه اللي هيكسبها هتكون احسن واهم بكثير قوي من الحاجه اللي هو هيتخلى عنها، فهو حقيقة محتاج يبقى جريء اكتر. في العاطفه عنده حسم للعلاقات، هيشوف قيمه العلاقات بشكل جديد وهيحسمها، وهيبدا ان هو يختار العلاقات اللي بتخليه يحس بالراحه وبالامان اكتر من اللي بتدخله في حاله من الصراع طول الوقت. بالنسبه للصحه ياخد باله من الحزن والغضب والكلى والقلب والامعاء.
الجدي عنده عروض عمل مختلفة، عنده أكتر من عرض عمل، هيبقى محتاج ان هو يدرسها بتأني، لان الحقيقة هي هتبقى كلها حلوة، فمحتاج يشوف اللي هتبقى متناغمة معاه ومناسبة ليه. المجالات اللي ليها علاقة بالتدريس والمدرسين، المشهورة والإعلانات، الكتابة والنشر، هتبقى ناجحه جدا جدا بالنسبه لبرج الجدي. هيكتشف نفسه في عمل جديد مميز، الاموال هتتحسن معاه جدا جدا، بس محتاج ان هو يخطط لها لانه هيبقى عنده اكتر من مصدر دخل مش مصدر واحد. في العاطفه العلاقات هتبقى مبنيه على الثقه والقوه والحب، وما يخافش من الحب الجديد لان العلاقات هتبقى كويسه. بالنسبه للصحه اهم حاجه يخلي باله من القلب، واي عرض يظهر محتاج ان هو يبقى بيتابع على طول، ما يعني ما يطنشوش. برج الدلو هتبقى عنده بداية شغل جديد، فرصة لتوسيع شغله الحالي، يعني هيبقى عنده الاثنين، هيوسع شغله الحالي وهيبقى عنده شغل جديد، هيزود شغله من خلال العلاقات الاجتماعية، هيجيله مبالغ مالية بس على دفعات مش مرة واحدة. حياته هتتحسن جدا، في فرصة لإنجاب أطفال وتجديد بيت. أصحاب الأعمال من برج الدلو عندهم، هيوظفوا موظفين جداد، هيبقى عندهم توسيع في العمل، لو حد عنده شركة هيفتح لها فروع أكبر ومجالات العمل بتاعته هتوسع جدا وعلاقاته هتوسع. بالنسبة للعاطفة هيتخلص من مخاوفه، عنده فرصة جديدة للارتباط وتحسين علاقاته، وخوفه من الفشل هو اللي بيخلي أموره ما تمشيش، لكن عنده جواز وعنده إنجاب وتكوين أسرة وعلاقات حب ناجحة. بالنسبة للصحة ياخد باله من الجيوب الأنفية والتنفس والصداع، يعني المنطقة اللي بتبقى من فوق دي كلها. برج الحوت السنة بتاعته سنة السلطة والنفوذ، نجاحات مذهلة ووفرة مالية، عنده سنة مميزة على كل الأصعدة، يعني السنة دي أنا بنصح برج الحوت إن هو يستغلها بكل ما أوتي من قوة. سامعين يا حوت كلكم تستغلوها؟ السنة دي ما عدتش عليه من 15 سنة، يعني بقاله 15 سنة النجاحات والحظوظ اللي هيشوفها السنة دي هي ما حصلتلوش من 15 سنة، فهو محتاج يستغل السنة دي بكل قوته ويبدأ على قد ما يقدر. السنة هتبقى على المستوى المهني والعاطفي ممتازة جدا، عنده حكمة وقوة شديدة جدا، هيبقى كل المشاريع والمجالات اللي ليها علاقة بالإبداع هيعمل فيها طفرة رهيبة. يستثمر في، عنده استثمارات طويلة المدى ومشروعات تجارية ناجحة وتمكين مالي قوي، هيبقى عنده سلطة مالية قوية جدا. بالنسبة للعاطفة مشكلته الوحيدة ان العلاقات العاطفية عنده هتبقى مهددة بالانهيار بسبب الأنانية، لان هو مش بيفكر مع الشريك، فهو هيبقى محتاج ان هو يعني يحل الجزئية دي في علاقاته علشان علاقاته ما يحصلهاش انهيار. يعني هو البرج هيبقى مركز مع نفسه فهيبقى اناني اكتر. بالظبط، فهو هيبقى محتاج ان هو يصلح الحته دي مع الشريك ويركز في احتياجاتهم هما الاثنين علشان يعني العلاقات تنجح. بالنسبه للصحه ياخد باله من القلب والطحال والكبد والمراره، دي اهم حاجات. فهي لا، السنه ان شاء الله السنه افضل اخف، وتيرتها هتبقى اهدى طاقيا، مش هتبقى تقيله جدا، لا هتبقى اهدى على الناس، فكره ان هي روحانيه فالناس هتبقى بتدور اكتر على الحاجات المريحه الاهدى ليهم، فده نفسيا هيخليهم افضل بكتير ان شاء الله. ايمان خير ان شاء الله، يبقى وشك خير علينا كلنا وعلى السنه الجديده. نورتينا في عيد سعيد وانبسطنا قوي، وكل الناس اكيد ركزت وعرفت كل واحد برجه كده هيوديه لفين. وخلي بالكم ايمان قالت لكم كل التفاصيل حتى في الصحه هتبقوا عاملين ازاي، فركزوا كده. وشكرا ليك يا ايمان. ميرسي، نورتينا جدا. ميرسي بجد والله، شكرا شكرا. وانت عرفتي انت دلوقتي انت اسد على انا طلعت اسد على سرطان، بس اكتر اسد عشان يعني طلتي اسد. قالت سيبك من الكلام الفاضي ده، بس لعلمك دي حاجه لطيفه للناس تبقى فاكره ان انت طيبه عشان تعملي كل الحاجات الشريره ومحدش يصدق انك، ولا بتعرف بيو 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 ولا بتعرف. يا ريتها تعمل مره حاجه شريره عشان نرتاح نفسيا كلنا، مش عارفه تعمل حاجه شريره، حاجه واحده شريره. هي فهمتني اكتر على فكره، هي قريتني. طيب خلاص، لا لا لا، وهي فوق راسي طبعا. نورتينا جدا والله، وشكرا فعلا، ويا رب تكونوا استفدتوا وكل واحد عارف نظامه ايه يعني، وعرفتوا احنا نظامنا ايه كمان، احنا كمان فهنتابع مع بعض على بقيه السنه كده، كل واحد يعمل ابديت للتاني يقول له ايه الدنيا ماشيه معاه ازاي. هنخطف فاصل سريع جدا وهنرجع لكم على طول.
ورجعنا نكمل مع بعض ان شاء الله. اعيش سعيد. وطبعا يعني ايه الوقت بقى بتاع الحلو بقى، انا قاعد مستني الوقت ده على احر من الجمر زي ما بيقولوا كده، يعني الحلو كله انا بتاع حلو فكيف حلو. ومعانا النهارده عشان بقى يعني حلويات بقى والحلو بتاع راس السنه وشجره كوكيز، شغل كتير بقى، ده موضوع طويل جدا بس هيبقى لطيف لذيذ زي العسل ان شاء الله مع الشيف دينا منصور. مساء العسل. مساء النور. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام؟ كله تمام. واقفه في منطقتي طيبة. المفضله. ايوه كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب. هو ده طيب. مكان بوب فعلا، بس للاسف ما بيطلع ما بيرجع لناش منه بحاجه والله. يعني تخلص على الحاجه؟ لا لا يعني بيحصل حوادث كتير. بيبقى في شياط كده، بيبقى في حاجات طعمها يعني حلو قوي وكده، يعني بتبقى زياده عن الحلاوه المطلوبه فما بنعرفش ناكلها. الله يعني طب عايزين نجرب. قولي لنا كده محضره لنا ايه النهارده للكريسماس وللنيو يير؟ طبعا معروف كوكيز دي الاساس صح؟ صح. دي اكتر حاجه انت بتحبي تعمليها في بصي هي لا يعني كوكيز طبعا بحب اعملها، الشوكليت بولز، الكب كيكس، الكيك، ففي افكار كتيره قوي، بس يمكن انا نقيت النهارده وصفه ممكن ننفذها بشكل مختلف في البيت. يعني انا برضو احنا دلوقتي الدنيا انتوا عارفين الدنيا عامله ازاي والاسعار عامله ازاي، فكلنا بنبقى عايزين نعمل افكار جديده، فنقيت حاجه ممكن هي مش مكلفه بصراحه وبتدي في الاخر شكل حلو. طيب اللي هي كوكيز. كوكيز بس هننفذها بطريقتين مختلفين. اوكي وسهله طيب للي ما بيعرفش يطبخ؟ لا سهله، هنشوف مع بعض. طيب. اوكي ماشي. اهم حاجه اللي ما يعرفش يطبخ. لا انا بعرف اطبخ بس عمري ما دخلت في سكه اي حاجه حلويات، يعني اخري الكيك اللي كلنا جربنا نعملها في فتره اللوك داون بتاعت الكورونا سبونج. بس هي دي اخري، لكن غير كده ما يعني ولا ولو اعتبرناها حلويات يعني البطاطا اللي بالبشاميل دي بتبقى اختراع تاني برضو. بس غير كده لا انا ما جربتش ادخل في السكه دي، فلو سهله كوكيز انا هحبها. لا هتلاقيها سهله، هتلاقيها سهله. يلا بينا. يلا هقول المقادير الاول عشان هعمل العجينه. تمام. 3 كوبايات ونص دقيق وكوبايه ونص من السكر باودر وكوبايه من الزبده وفانيليا وبيكنج باودر وملح وبيضتين. خلاص دي كلها حاجات موجوده في كل بيت. ده كل ده عادي، المكونات بسيطه جدا ما فيهاش حاجات معقده، واي حاجه على فكره ممكن ليها حلول يعني، بس يعني بالذات الحلويات احنا طبعا بنتقيد بالمقادير، بس عموما في حاجات بديله يعني. اوكي. الدقيق هحط عليه نص معلقة زي ما بيقولوا المكونات الجافة الأول مع أيوة. بعض. أيوة نص معلقة من البيكنج باودر وهحط عليه يا دوبك رشة صغننة من الملح. ده على الدقيق. ده على الدقيق اللي هو بنخلط زي ما هي قالت المكونات الجافة مع بعضها. دي طلعت شاطرة، أنا ما كنتش أعرف الحوار. أمال أنا بحط كل حاجة في بعضيها مرة واحدة وأخلص. لا لا هي بص الحلويات بالذات بصراحة عشان تطلع الوصفة مظبوطة يعني بنلتزم. طب يا دينا وانت شغاله كده تعالي ندردش مع بعضينا كده. أيوه. اتعرف عليكي وكده. ايه بقى ابتديتي ازاي؟ ايه قصتك؟ انا من صغري عموما بحب المطبخ. بس في يوم ما فكرت ان انا يعني انا حتى متخرجه من حاجه تانية ما لهاش علاقه خالص طبعا بصراحه من بالاكل يعني اللي هي ايه؟ اداب انجلش. اوكي فما لهاش علاقه خالص. حلو حلو. بس يوم ما فكرت بصراحه ان انا اشتغل في المجال اللي الحاجه اللي انا بحبها من صغري. بدات بقى اخد كورسات واجيب شيفات واتعلم منهم. فبدات بقى لا بقيت الناس بتدوق الحاجه، طب ليه ما تشتغليش في زي اي حد، ليه ما تشتغليش في الحاجات دي؟ فبدات بقى بصراحه ادخل الموضوع وبدات ادي كورسات انا بقى كمان. بدات برامج برضو، فهي جت معايا بالتدريج بصراحه. حلو بس حاجه بحبها، انت عارف لما بتشتغل في حاجه انت بتحبها طبعا بتفرق بصراحه. طب اكيله؟ جدا. بتحب الاكل يعني؟ وبحب اكل بره جدا. طب حلو. انا بحب الاسئله دي اصلا يعني ما يعني لا بحب اكل بره جدا كمان. ليه؟ بحب اشوف الحاجات الجديده متقدمه ازاي، الطعم. فبحب مش معنى ان انا بعرف اطبخ مثلا ان انا ما اكلش بره، لا لا لا، انا احب يعني اجرب وصفات واشوف الدنيا فيها ايه واعمل في البيت. شفتي اكله قبل كده بره ورجعتي دورتي عليها على يوتيوب مثلا بصي هو انا ممكن يعني في حاجات ممكن ادوقها اعرف القط المكونات بتاعتها واعرف اعملها. اوكي. وفي حاجات طبعا بعمل سيرش، بس انا بالنسبه لي لما باجي اعمل سيرش
يعني انا ما بحبش انفذ الحاجه كوبي بيست بصراحه، يعني طبق الاصل. بحب ان انا ايه دماغي بالذات مع حلويات عندي. بتحبي تصحي المصري اللي جواكي. ايوه اللي هو الجو. ايوه احط التاتش بتاعي. ايوه انا كنت بعمل والله حاجه كده ديزرت، يعني هي مكوناتها انت يعني ايه الناس كانت مسميها، انا كنت مسميها شوكليت مادنس. هي حاجه باول كده، طبقات طبقات حاجات، اللي مسميها بارادايس، اللي مسميها دينا دي، يعني الناس اللي بتحب الشوكليت كانوا مدمنينها. انا يعني فاهم خلاص انا بقيت عارفه ده ليه، عشان انا بحب الحاجه. يعني أنا اي حاجه انا بحبها تلاقيني يعني ايه مبدعه فيها. انا خايفه نكون بنعطلك. لا انا عايزه. طب خلاص ابتدي. لا 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 احنا بندردش شويه شغاله. طيب انا هحط الزبده الاول. اوكي هي المفروض تبقى في حراره الغرفه بس هي ساحت شويه. تمام. وهحط معاها السكر بودره وهضربها. قد ايه السكر؟ كوبايه ونص. كوبايه ونص. ده كميه سكر يا ايه؟ ده كان في كيكه ايهاب عملها هنا. يا كان فاتك الحلقه دي. ايوه كيكه الطاسه. الكيكه اللي حاولت اعملها في الطاسه طلعت حواوشي. طب يعني معلش عايز سهل على الناس، لو انا ما عنديش العجان ده ينفع اعملها مضرب كهرباء؟ مضرب الكهرباء. مضرب كهرباء مفيش اي مشكله. لا نعم اليدوي. لا اليدوي بصي هتضطري، بصي يعني الزبده تبقى سايحه كده عشان خاطر تضربيها كويس. هي اهم خطوه في الاول ان احنا بنضرب السكر مع الزبده لغايه ما يبقوا كريمي شويه. اوكي. لا بس حلو البتاع اللي معاكي ده ما شاء الله، يعني هو سهل. هو مزعج بس مش مزعج. انا أيوه. بحب الحاجات دي. بتحب الحاجات دي؟ اه يعني انا كنت فاكر ان هو هيبقى يعني مرستان. بس انا مثلا عشان ماليش في الحلويات ما فكرتش اشتري الجهاز ده اصلا عندي في البيت. لا ده بس ده بتخلطي فيه اي حاجه. لا يعني ده عجان للحاجات بقى كيكه. انا عارف عارف. يعني حاجات كلها ادفانس قوي على الطبيخ العادي اللي الواحد بيعمله. اه يعني مش هتعرفي تعملي بيه المحشي وكده لا بكلمك كيكه او حاجات ديزرتس بس. لا هو بيسهل بصراحه. طب يا دينا انا عندي سؤال. اتفضل. يعني وانت شغاله طبعا انا من الحلويات المفضله عندي وخصوصا في وقت الكريسماس يعني مش النيو ييرز البانيتوني. اوه ليكي فيها؟ لا بس خطيره صح؟ اه حلوه جدا بس ماليش فيها. لا يعني ما بتتعملش في البيت دي صح؟ بص يعني لا ما فيش حاجه اسمها ما بتتعملش في البيت، ممكن تتعمل بس مش بس اي حد يعمل. بس مش زي اللي بتشتريها في العلبه اياها دي. اه بصراحه. وبعدين يعني انا مثلا في وصفات مثلا الهاني كيك طالعه موضه بقالها فتره بس جميله. بص حلوه بس انا مثلا بالنسبه لي في حاجات بقولك مثلا تلاقيني ايه دايسه فيها. التريليتشيا انا عاشقتها. اه خطيره يعني بعرف اظبطها. لا مش عايزه اقولك حلوه حلاوه يعني. انا هي قصتي انا ممكن اعمل لك كل حاجه او اي حاجه بس انا لما بحب الحاجه هتلاقيني بقى بعمل بمزاجي. انا بصراحه يعني الاكل مزاج او انت تحب. يعني انا مثلا كان كومنت على طول بتجيلي دينا انت عامله الاكل بحب. يعني في حاجات فعلا انت ما تخش تعمل لحد بتحبه لاولادك لناس بتحبها في الشغل فبتيجي تخش تعمل حاجه بجد بتبان ان انت عامل الحاجه بحب ولا داخل كده تقضيه واجب مثلا تعمل الحاجه بجد بتفرق. بتحبي الحلويات بس يعني؟ لا بحب الاكل كله بس ده تخصص يعني. بس التخصص اكتر حلويات يعني الحلويات حاجه قريبه من قلبي قوي. اوكي قريبه من قلب اي ست عامه يعني. ما انا بقول لك انا مش معاكم في الطلعه دي ومديهاني على طول قريبه من قلب كل الستات. الستات كلها بتحب الحلويات وبتحب الشوكليت. الشوكليت حاجه ولا انا الديزرت ماليش كده. فيها انا هنا ضربت الزبده والسكر خلاص هحط بقى البيضتين عليهم والفانيليا. ايوه البتاع دي عارفه كمان تنفع ايه؟ مخك نحطه جوه البتاع ده. نجيب شويه مخ سهى. ما قالت لك مع شويه افكار شريره كده. دي المرحله دي المرحله بقى بتاعت الدقيق. يا اما بكمل عشان ده بسكوت فما ينفعش ان هو يبقى يخش له هواء، فيا اما بكمل لو عندي العجان ده بكمل بالاداه دي او بالتولز دي بضرب بيها، يا اما بضرب بالمعلقه السباتولا ادخل الدقيق. ما ينفعش اضربه بالمضرب الويسك ده. اوكي يعني ما ينفعش بويسك؟ لا. اوكي
طيب معلومه مهمه للناس اللي ملهاش في الحلويات زي حالاتي، ان الكوكيز ما ينفعش يدخل لها هواء. هي تمام كده، وبعد كده المفروض بتغطيها يعني. صح، بعد كده بتسيبيها شويه. بحطها في الثلاجه عشان تمسك نفسها عشان اعرف اشتغل فيها. مش تعرفي بس برضه احنا مذاكرين خلي بالك. فاكر حريقه ومش فاكر عادي، لكل جواد كبوه، بس انا كبواتي كتير. ما بعدش. بصي الحاجات دي عاده لما بتعمل كده بتخبطيها. لا خلاص تعمل بتضربيها كده. برضو هنعمل سشوار برضو سشوار. احنا هندخل الدقيق بال يا اما بالمعلقه يا اما لو عندنا بقول المقياس ده خلاص بندخله بالتدريج. اوكي تمام. طبعا انواع دي بتفرق، يعني اهم حاجه العجينه ما تبقاش ملزقه، عشان لما نيجي نفردها لازم تبقى ماسكه نفسها، فلما بنحطها حتى في الثلاجه بتفرق تمسك نفسها. نوع الدقيق يعني جوده الدقيق نفسه؟ مش انواع الدقيق عموما بتختلف، يعني على طول بيقول لك نوع الدقيق بنحط على حسب الكميه، هي 3.5 دقيق بس ممكن مثلا نحتاج ازيد شويه نزود، ما فيش مشكله، المهم ان هي تبقى ماسكه نفسها. بيتعمل بدقيق بس معين؟ بس هي المقدار الصح 3.5 دقيق. يعني بيتعمل بدقيق معين؟ انا عارفه في دقيق بيبقى هيلثي شويه وفي دقيق يعني دي مش هيلثي. دي مش هيلثي، ده دقيق العادي، الدقيق العادي او في دقيق مخصوص للبسكوت. اتس اوكي، ممكن نستخدم دقيق البسكوت او ممكن نستخدم الدقيق العادي خالص. ده اللي هو الاول بيربس. ازيك يا شطه؟ شكلك فاهم النص. لا ما انا بس بنزل بشتري الحاجات دي واجي اجرب بقى، بس انا فعلا فعلا بعيد عن الهزار يعني. يعني وفي كذا حد ممكن يشهد بالموضوع ده. انا الكوكيز بعرف اعملها حلوه قوي، الكوكيز اللي هي المحشيه كمان. اللي انتوا بتروحوا تشتروها غاليه دي، اللي هي بتبقى متغلفه لوحدها دي. ايوه دي بعرف اعملها بقى، اللي هي باللوتس بقى وبكل حاجه. طب مش هتطلع لنا الطلعه دي في مره في ما هي كمان؟ هي يعني هتاخد مني وقت كتير عشان تطلع حلوه بجد يعني. يعني بصي هي اصلا في العجينه نفسها بالحبشتكنس اللي مع العجينه بالمش عارف ايه زي ما انت شايفه كده. يعني الموضوع مش اسرع حاجه ولا ابطا حاجه. كده بقى عشان السشوار عالي كده. ايه الاخبار عندك؟ لا تمام، انا هكملها حتى هو بالمعلقه. ما هي حتى المعلقه اهو الدنيا عشان الصوت واعرف اقلبها كويس. طب انا عايزه اسالك سؤال بس اعتراف. عملتي حاجه قبل كده وقلشت منك او ما طلعتش مظبوطه؟ طبعا طبيعي يعني. طبعا، بس بصي الحمد لله يعني انا ما فيش حاجه اسمها تبوظ وتترمي، ممكن احولها لحاجه ثانيه. يعني مثلا مره كنت بعمل براونز، طلع الصينيه من الفرن دب وقعت على الرف بتاع الفرن، فخلاص هي باظت مش هينفع تتقطع. قلبتها شوكليت بولز بقى، حطيت عليها بسكوت بالشوكليت وحطيت عليها اللوتس وقمت عامله لها خلطه كده وعملتها شوكليت بولز، كانت فظيعه. كريم كراميل مثلا برده مره جايه بقلبه باظ مني اتبهدل شقق كده، فقمت عامله له كراميلايزد ابل كده وقمت حاطاه على الوش. ف يعني كل حاجه ليها حل. وفي اللي فكرتيني بكريم كراميل، ان في نوع من الحلويات المصريه اللي هو الكيك اللي بتتقلب تحت قدرة وتطلع قادر؟ فوق. قدرة قادر. طب وهي بجد فعلا هي قدرة قادر يعني. غريبه جدا. انت يعني فعلا بتحطي لاير كريم كراميل ولاير ثانيه كيك والاثنين نايين، سبحان الله، اللي حطه فوق بينزل تحت واللي حطه تحت بينزل عشان قوام الكيك مختلف عن قوام الكريم كراميل. اي بس ازاي بيستووا مع بعض؟ الفرن سوائل كده غريبه. ما هي بتخش الفرن تفصل، ان دي ليها قوام ودي ليها قوام. انت ايه؟ انت عمرك شفتها على الحقيقه؟ شفتها على الحقيقه. شفتها انا دي، كانت دي بتثبتني جدا، واللي بيثبتوني برضو الناس اللي هي عارفه لما تروحي مكان وتطلبي مثلا بعد الاكل وبتاع مش عارف ايه، تطلبي كوكتيل او تطلبي عصير وتلاقيه فاصل العصير بقى. ما هو برضه كل حاجه ليها قوام يعني. أيوة. حاجه فاهم يعني، الكل تبقى مانجا وفراوله وجوافه مثلا. فكل حاجه بيبقى ليها قوام بتقدر تحكمها، ان دي ما تدخلش على دي ما تدخلش على دي. يعني هم صبوهم فوق بعض، لكن بقول لك دي واحده محطوطه كده فتدخلها الفرن تقلب كده. ايوه يعني. دي بتبقى عايزه الساحر مدحت جوه الفرن. يعني ايه
بس هي وصفه ناجحه جدا على فكره، يعني انت جربيها طلعيها حتى من اي، جربيها تلاقيها كده بتفصل. في بيعملوها بالكيك شوكليت وفي بيعملوها بالفانيليا، بس فظيعه. ده انا ريقي مش جري، ده ريقي فله. يا خلاص راح فتح سبرنت. بص هي العجينه عامله ايه زي مفروله كده، هتيجي تمسكيها هتلاقيها ماسكه عجينه بقى، هي عجينه بسكوت تمام؟ مفروله؟ مفروله يعني عشان بسكوت. خلاص ممكن نشتغل فيها، ان الجو ساقع ممكن نشتغل فيها على طول، وممكن نحطها في الثلاجه خلاص. بس لما بنيجي نفردها بنفردها ما بين كيسين عشان هتلزق مننا، كيس ونحط عليه او ورق زبده ونقوم حاطين عليه، بس يفضل كيس عشان هي فيها زبده فورق الزبده ما يمتصش الزبده، وكيس تاني وبنفردها بالنشابه وبنشكلها. دي كده اول خطوه تمام؟ اوكي. بنختار الاشكال اللي احنا يعني بنشكلها، هو كيس من تحت وكيس من فوق، وبنفردها ونشكلها خلاص، وبنحطها في صينيه في الفرن. بعد ما بنفردها هنقطعها بقى باي قطاعات، مثلا دواير، ارقام، اي حاجه، حتى لو ما عندناش حتى دلوقتي التولز دي حتى المحلات بتاعت السوبر ماركت بقت موجوده. ما عندناش، لو عايزه تعملي دايره هتعمليها بكوبايه بغطا عادي، فنتعامل مربع هتقطعي. فانا قصدي ما حدش يقول لا 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 ما عنديش الحاجات دي فهقف، لا. الحاجات دي ممكن تقطعيها باي شكل، يعني مثلا النجوم لو ما عندكيش حتى شكل النجم ارسميها على ورقه وقصيها على العجينه. فقصدي مفيش حاجه اسمها هتقفي اصل ما عنديش، كل حاجه ليها حلها. فهنفردها ما بين كيسين خلاص، وهنقطعها. لقيتيها بتلزق معاكي حطي القطاعه في دقيق وقطعي خلاص، وهنحطها في درجه حراره 180 في الفرن حوالي بتاخد من 10 لربع ساعه بكتير. بنعرف منين؟ هي من لونها من تحت ان هي استوت، يا دوبك بتاخد درجه سنه الاحمر بس كده، ونطلعها يعني يستحسن يفضل على حاجه شبك عشان خاطر هي واحنا بنطلعها بتبقى طريه سنه وتنشف وتبرد خلاص بتبقى ايه تمام كده. اوكي دي كده اول مرحله خلاص. فهنا انا عامله بقى فكرتين، عامله ديكوريشن بقى بعد كده. يعني ممكن مثلا كلنا عندنا شجره الكريسماس مثلا من بقالنا كذا سنه، ممكن نجيب السنه دي الكبيره الصغيره اي حاجه. حتى انت لو انت عندك مثلا حتى شجره الكريسماس متزوقه بالكور وحاجات الافكار بتاعه الزينه، فانا هنا عامله فكره ان هي انا مشكلاهم ومزوقاها وحاطاها عجينه السكر دي. يعني انت ممكن يبقى عندك مثلا حاطه دي، على فكره الكوكيز كمان ممكن تقعد عادي جدا بشهر ما يحصلش اي حاجه، يعني ما فيهاش مشكله خالص، متزوقه ومحطوطه على الشجره ما فيهاش مشكله، ممكن ماكسيمم بصراحه شهر عادي جدا تتاكله وتبقى حلوه. فدي فكره هوريكم انا عاملاها ازاي تمام. هنا انا عامله نجمه دايره مثلا، هنا شكل بابا نويل نجمه، هنا شكل الشراب بتاع بابا نويل. فافكار بقى ممكن مثلا ايه، بس الحاجات الثانيه اللي هي اللي في الكيس بتاع بيسموه كيس الحلواني ده، دي كريمة زبدة، دي كريم، فدي ما ينفعش تقعد، اللي هيقعدوا بس عجينة السكر. دي كريمة زبدة برضه، هقول معمولة ازاي، مش كريمة عادية يعني. انت عجينة السكر انت اللي عاملاها ولا جايباها جاهزة؟ لا 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 جاهزة، يعني بصي عشان تعمليها في البيت بصراحة، يعني هو دلوقتي موجودة جاهزة في كل حتة برضه، في المحلات اللي بتبيعوا على فكرة في السوبر ماركت كتير موجودة. لا وفي دلوقتي محلات لتجهيز الحلويات أصلا موجودين دلوقتي في كل حتة يعني. موجودين حتى بيبيعوا الكيكس زي ما هي، وانت أي سوبر ماركت هتخشي هتلاقي كل اللي هي بتقول عليه دلوقتي عادي، الناس كلها بتحب عجينة السكر. ما أعتقدش إن هي في السوبر ماركت العادي صح؟ لازم تبقى حاجات في السوبر ماركت كبير. لا في بشوفهم في السوبر ماركت كبير، هتلاقوهم في القسم اللي فيه الفانيليا والبيكن باودر والدي والحاجات دي هتلاقي، بس خلاص. طبعا هم اكتر حاجه موجوده في الناس اللي بيبيعوا خامات الحلويات بصراحه. مثلا هنختار مثلا شكل المربع مثلا، اوكي هي دي عجينه السكر بتتباع حتى متلونه دلوقتي، زمان كانت بتتباع بيضه بس الاساس بتاعها بيضه، فكنا بنجيب الوان الجل او الوان الباودر ونقعد نعجن والوان وايدينا، دلوقتي الحمد لله كل الالوان موجوده، وحتى لو في لون درجه لون مش عندك بتخلطي مع بعض، زي مثلا انت عايزه تدي اخضر المنور، اخضر غامق مع اصفر هيديكي الاخضر المنور. يعني فبقول لك انت كل حاجه ليها حلها، هو ده اللي انا بتكلم فيه، اللي انا عايزاه من اي حد بيشوفني يعني ما يقفش على حاجه، كل حاجه بنصرف فيها. وانت دايما انت من اول اللقاء وانت بتسترسي على نفس الجمله. كل حاجه ليها حلها. ايوه. طيب هنا مثلا لما بنيجي نفرد العجينه بتاعتنا يفضل ان هي بتبقى يا على نشا يا على زبده،
حته زبده وبندهن بيها الترابيزه بتاعتنا او البار بتاعنا وبنفردها. خلاص ما عندناش ده او ده او حاجه ما ينفعش نفرد عليها برده ما بين كيسين مفيش مشكله خالص، المهم ان هي عشان ما تلزقش. احنا في الشتاء دلوقتي فهي بتبقى جامده فبنحطها في الميكروويف مفيش نص دقيقه عشان نقدر نستخدمها. يعني هي لما بتبقى بارده جامده ما نعرفش نتحكم فيها، صعبه جدا. اوكي. بس انا جربت التجربه دي قبل كده بس فشلت. جربتي حطيتيها في الميكروويف لقيتيها عصير؟ لا جربت تجربه ان انا اشكل كيك بعجينه السكر، يعني كنت حاسه ان انا ممكن اعمل ديكوريشن، قلت ما هي نفس فكره البلايدو او الصلصال يعني ما ايه المشكله يعني اهو. وصل لايه في الاخر؟ لا دي كانت تورته يعني كانت صعبه قوي. بتتريق عليا انا؟ لا بص اصلا انا ما عملتش فيها حاجه، انا جبت الكيك انا رحت مستلزمات الحلويات جبت الكيك جاهزه السبونج وجبتها وجبت حاجه حركه كده بتقطعها لايرز عشان تحط جواها عشان تحط جواها بقى كريمه ولو عايز تحطي فاكهه وجبت حتى جبت البتاع اللي بيتحط عليه الكيك نفسها اللي هو المربع ده اللي بيجيبه لما تروح تشتري كيك يعني. ايوه. وجبت عجينه السكر وافردها برضو مش بتتفرد زي ما انا عايزه مش لا في حاجه في حاجه غلط وقعدت طب بس انت يوم ما جربتي يعني دخلتي جربتي الحاجه الصعبه شويه يعني عارفه لو كب كيكس ممكن اقول لك الدنيا زي بس عشان هي دي برضو ليها يعني حاجات لازم عشان تعمليها ليها اساسيات انا كمان حتى قعدت اسهل الفكره قلت طب خلاص انا هفرد لون واللون التاني هعمل بيه دواير احطها على على البيز الدواير ما بتلزقش يعني ما بتلزقش بالميه، اسهل حاجه في الدنيا الفوندوم او عجينه السكر عشان تتلزق الميه، في طبعا حاجات ثانيه بس يعني 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 شغلنا شويه، فاسهل حاجه في الدنيا ميه بميه. وميه صحيه يعني يعني مش اكيد مش هتعمليها بامير يعني فاهمه يعني الميه شغاله يعني بنمشي امورنا. كانت منظرها يعني ما شجعش اي حد في البيت ان هو ياكلها وانا اكتشفت ان انا لا بس انا البلايدو يختلف تماما عن عجينه انا قاعد مركز معاكم في الكلام عشان قوامه لكن ده بقول لك لو انت لقيتيه معاكي صعب شويه هتدخليه الميكرويف بس ما تسيحوش جامد يعني هو ده يا دوبك كده شايفه كده لكل اللي فاكره صلصال يا جماعه هو مش صلصال هو التعامل بتاعه مختلف عن الصلصال نعمل بقى اي اشكال يعني نلعب ده انا مركز معاكي والاشكال وكل حاجه من بدري انتوا بتتكلموا وانا مركز بصي احنا ممكن الواحد يعمل يعني مثلا الكوكيز دي ممكن تتقدم كذا طريقه اديني عملتها على طبق عادي مثلا اكيد الولاد مثلا بيبقى عندهم ايفنتات في المدرسه فبيبقوا عايزين حاجات زي كده بتغلفي كل واحده في اكياس اللي بتتباع في كل حته دلوقتي اللي هي اي مكان بيبيعوا الاكياس بتاعه الكوكيز دي خلاص انا لسه جديد امبارح لسه شاري كوكي واحده لابني واحده لبنت اختي اللي واحده ب 40 جنيه من اللي انت بتعمليهم دول طيب هحسبهم بعد ما نخلص كده وان شاء الله خمسه ساعات لا اكيد وعلى فكره كده انت اشتريت من مكان نص نص لسه في اماكن بتبيعها لا عارف ان في مكان اماكن والله بجد يا جماعه بجد انا بس فانت لازم يعني تبقي مبسوطه قوي باللي انت بتعمليه ده انجاز يعني انا اشتريت واحده معموله على شكل جينجر براد مان تمام وواحده ثانيه شراب كريسمس ستوكينج طب يلا هتخش تعملها لا 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 والله سهله بس هي الفكره بسيطه جدا حطينا يعني خلاص عملتها مثلا اي شكل بقى احنا عايزينه خلاص ممكن نعمل سيرش حتى على النت اطلع اشكال كتيره جدا بصي للصوره وتعملي طبعا دينا انا عايزاكي تلفيها للكاميرا كده علشان يشوفوها شوفوا احنا عملنا ايه ده انتاجنا النهارده في عيش سعيد يا جماعه هو ده اللي احنا عرفنا نعمله في عيش سعيد النهارده باي حاجه بقى نربطها هنربطها دي بيتباعوا برضه شريط ساتان باي حاجه ان شاء الله لو عندنا رباط مفيش اي مشكله خيط بصي هنربطها ونعلقها ايوه بصوا انا فعلا انت زي ما قلت انا ستريس من اول حلقه يا جماعه ما توقفوش على حاجه ايوه يعني انا فعلا كتير حاجات مثلا ما بلاقيهاش عندي في البيت ومزنوقه في حاجه بتصرف الاطفال مش بيبقوا رايحين للكوكيز على طعمها على شكلها هي طبعا. على شكلها اكتر ما هو الواد اخترع كده هو شاف جينجر بريد مان راح سحبه قال لك مان فتمام مان خد يا عم المان بس بنربطها باي حاجه ونقوم رابطينها معلقينها هنا في الشجره فهي فكره انا بالنسبه لي يعني لذيذه ممكن حتى تاخديها هديه لحد فاهمه ممكن بقول لك شجره كبيره تحطي عليها الحاجات دي هتبقى لذيذه فدي فكره ممكن بقى نقعد نشكل زي ما احنا عايزين ممكن نعمل الارقام دي برده موجوده في كل حته ممكن نعملها بالكوكيز نفسها
يعني 2023 ومعملينها بالكوكيز ومزوقينها برضو. ففي دي ممكن دي فكره خلاص. وفي بقى الكريسماس تري اللي انت عاملاها بالكوكيز دي برضه عايزين نفهم دي نجوم ازاي. خلاص نجوم مقاسات مختلفه تمام كده، كبير في صغير في صغير في صغير عشان خاطر يدينا الشكل بتاع بتاعها. هنبتدي نحط دي كريمه زبده مع كريمه. معموله ازاي؟ كريمه زبده لو كوبايه زبده خلاص عليها نص كوبايه من لو كوبايه الزبده عليها ضعف، عليها كوبايتين من السكر بودره زي الخطوه الاولانيه اللي احنا عملناها هنا، ضربنا الزبده مع السكر، دي كريمه الزبده بس كده. أوكي. دي الاساس بتاع التورت لو انت عايزه تعمليها. وبعدين الونها بقى، حطيت عليها كريم شانتي حاجه بسيطه عشان تدي طعمها عشان ما تبقاش مسكره قوي، والالوان دي بتتباع. يعني دي البيس. دي البيس اوكي. وحطيت عليها لون اخضر بس كده. اوكي. هيلثي قوي الحاجات دي جدا. هيلثي قوي. دي نفسها اللي بتتحط ايسنج على الكب كيكس، طعمها حلو قوي. اوكي. طب انا كده الكب كيك ممكن تسهلتي علينا الكب كيك كمان. لان كيك كل الناس خلاص بقت تعرف تعملها، وبقى في الكيس اللي هي الجاهزه اللي بس بتخلطيها مع بيض ولبن. ايوه. فدي ممكن تعملي بيها كيك بكل سهوله. وادي الايسنج بتاعها يا جماعه عرفناه. هحط بقى ما بين كل واحده حبه عشان تلزق، وعكس عكس يعني فاهمه النجمه كده عشان ستار تبان. ده الموضوع طلع بسيط خالص. لا بس من بعيد. أيوة كده بيتهيأ لك ان هو بسيط. بص لا مش قصدي، انا عندي هي حلويات. انا بالنسبه لي هي في الحلويات بتتكلم الماني ما فهمهاش. لا والله بتكلم جد، انا اكتر حاجه بتضايقني في حياتي لما بكون عايزه اخش اعمل حاجه وما الاقيش مثلا حاجاتها عندي يعني. فدي برضو لو انت عندك المكونات هتخش في ثواني بصراحه هتعملها يعني. في حاجات اقول لك وصفات بتاخد وقت، وفي وصفات لا يعني انا شايفه ان دي سهله بصراحه. وبعدين على فكره لو عندكم اولاد ولا حاجه ممكن بيخشوا الاولاد بيحبوا الحاجات دي يهيصوا فيها. فدي بتبقى حلوه قوي ان انتوا تشير يعني معاكم. طبعا انت الحاجات بقى بتاعت مدرسه بنتك وبتاع مش عارف ايه، طبعا انت مسيطره في الحاجات طبعا طبعا طبعا. ده انا بيطلب مني حاجات كمان والله ما شاء الله. وطبعا مامي عايزين كذا يعني، مامي عايزين كذا. بيبقوا فاكرين بقى انها راحت اشتريتها من حته. لا عارفين عارفين يعني. لا ما طبعا يعني انت اكيد خلاص يعني استابلشت في الحته دي. احنا عملنا ايه؟ كبير في اصغر في اصغر في اصغر. طب الموضوع ده فلوسه حلوه؟ في الحلويات بس طبعا انا يعني هقول بكل صراحه قبل كده لا كان المكسب كان حلو قوي، كانت الاسعار احسن. طب تقدر يبقى في بروفيت كويس دلوقتي بصراحه. لا الدنيا يعني اوفر برايس. لا والمشتري بقى ناصح طبعا. بص طب انا اول مره، طب مش عارفه ايه، ده انا زبونتك عشان اجيب لك تاني عشان اجيب لك مش عارف مين كل سنه. انا حتى في ناس بتبعت لي يعني مثلا زي موعد ميلاد مثلا بنتها بنوتتها مثلا من سنه للسنه، دي تطمنيني الاسعار دلوقتي عامله ازاي يعني. هو حتى بيبقى كده بس انا بتكلم جد يعني الناس اللي هاويه اللي هاويه تخش تعمل الحاجات دي برضو الكوست بتاعتها مش هتبقى زي ما هتشتريها. اكيد ان بيبقى في بروفيت. فاللي بيحب الحاجات دي ما في كتير وصفات حلوه وسهله وبسيطه. طب انت يا دينا بتعلمي؟ كنت بدي كورسات وده برضو فلوس تانية. لا انت جاي تقول بقى. ايوه طبعا ما انا موقفه كل حاجه. عاجبك كده؟ انا وقفت كل حاجه. عاجبك تعمل كده في الضيفه؟ لا والله خالص. ما يعني ما هو ده ما شاء الله ده الذكاء. يعني ما هو مش الواحد يفضل في مكانه يعني. هي دلوقتي مش هتبقى حياتها انها تطلع في برنامج تعمل شجره كريسمس من نجوم. او بعدين طيب لا شغاله بتعمل كذا وبتعمل كذا وبتعمل كذا. انا بشوف كمان الحاجه لما بتخش تعملها بجد وانت حاببها، اي شغل وانت حابه بتفرق كتير. يعني انا ايه يعني ايه اللي يخليني انا من صغري بجد انا فعلا بحب المطبخ جدا يعني. فرضت نفسي في المطبخ، ماما تقولي لا مواعين انا هخش اعمل وانت اغسلي المواعين، كانت عقدتها في حياتها اخش اظبط الدنيا بس. فهي بتبقى الحاجه انت حاببها. لسه صاحبتي امبارح حتى بتكلمني بنوتتها ايه 12 سنه عايزه تعمل تبتدي تعمل مشروع لنفسها. تقولي دينا طب انت رايك ايه، انت بقالك كذا سنه، طب اشجعها؟ قلت لها طبعا شجعيها طبعا. بالعكس ولما في السن الصغير ده يعملوا حاجه هم بيحبوها بجد بجد هتفرق جدا. فطبعا شجعيها وجاهد يعني. طب انا عايزه اسالك احنا قدامنا ايه في التري دي عشان انا عايزه اشوف. احنا خلاص
خلصنا يعني خلصت خلاص اهي بس هتروح بقى مديها بقى الصبغه على الباقي عايزينها اكبر هنبتدي بنجوم اكبر فاهمه فهمت ايوه بس ونبتدي بقى الزوايا بتاعتها نزوق دي فكرة ودي فكرة ممكن نعمل ايه على فكرة كوكيز كبيرة واحدة كبيرة دي مش الكوكيز بتاعت الشوكليت شيبس يعني دي حاجة ودي حاجة تانية التانية بتعمل بعجينة تانية بعجينة تانية طبعا طبعا مليون في المية لا مليون في المية الكوكيز دي بتبقى احس ان هو فاهم بجد لا فاهم طبعا عشان الكوكيز دي بتبقى ناشفة كمان دي ناشفه بس قصدي دي وصفه ودي وصفه يعني دي حاجه ودي حاجه دي اللي هي الكوكيز على فكره طعمها لوحدها حلو اصلا دي طعمها فعلا لوحدها حلو وممكن تاكليها حتى ساده مع شاي اكنها بسكوت عادي جدا يعني دينا انا كنت حاساكي مسهله عليا الموضوع مسهله بصي شفتي صعبتي لا ده سهل لا سهل وقعدت العجينه بتاعت الشوكليت شيب كوكيز دي سهله برضه سهله بصراحه على الاقل دي بتاعت شوكليت شيبس ما بنشكلهاش بالظبط كده بس كده عملت لك ايه واجهه يا محترمه انا دي كنت على طول بعملها وبطلعها هدايا وكانت بتطلب مني وغلفها بسلوفان كده تروح للناس كده تبقى شكلها حلو جدا هي عامه شكلها حلو جدا فعلا ايوه انت طبعا منبهره انت مذبهله طبعا انا قاعده متنحه ما اعرفش انا اعمل اي حاجه تخص الحلويات بصي يعني انت اصلا بتحبي الحلويات؟ لا طيب عشان كده لسه بقى بصي دي ما انت عشان انا كائن حوادق اكتر مش حلويات بس عامه في حاجات لذيذه يعني وانس ان هي ما تبقاش مسكره قوي انا برضو بدور في الحلو على الحاجات اللي مش مسكره قوي مسكره قوي بصي انا برضو على طول معتقد يعني عندي مؤمنه بحاجه ان اللي بيحب حاجه هيخش يعملها عشان كده سالتك انت بتحبي الحلويات قلتي بس انا بقى بحب في انا بطبخ كده في البيت فانا بحب الحاجات اللي هي اكتر اللي ملهاش اسم يعني بعرف اعمل كل الحاجات بس بحب اعمل الحاجات اللي هي ليها اختراع اللي ما تتسماش اللي ملهاش اسم طب ايه النهارده وانا عامله حاجه كده بس يعني تخص الفراخ تخص اللحمه بس هي حاجه ايوه انت من اللي بيعملوا فراخ بالمربى والحاجات دي مش مربى يعني جربت اناناس مش مربى انا بحب الاختراعات جدا بس كده والسبرينكلز دول او برضو الحاجات دي موجوده في السوبر ماركت كل حاجه دلوقتي على فكره سبرينكلز يعني دول حتى مخصوصين لراس السنه عشان الالوان بتاعتهم نسبرنكل لهم وخلاص ممكن نرش حتى سكر بودره عليها زي كانها تلج ونحط عليها يا صوت مش تعرفي تعملي كده انت انا اعرف ارص الرصه دي طبعا يعني انت لو انت حابه تعملي حاجه دي هتبقى بالنسبه لك اسهل شويه عشان الثانيه لو عندك اولاد او حاجه او اصحابك عندهم اولاد او حاجه ممكن بيخشوا بقى يعملوا معاكي الحاجات دي بتبقى لذيذه جدا انا عارفه ان انت مش تعملي الحاجات دي بصي انا عايزاكي بس تقدمي الشجره اللي قدام شويه نحط الشجرتين جنب بعض اللي هي بتاعت الكوكيز يعني قدمي بس اللي انت بتعمليها طلعيها لقدام شويه عشان تبقى جنب التانية دي عشان الجمهور صح بالظبط شكلها رائع هما بقى الاولاد فعلا هما اللي بيحبوا قوي الحاجات دي يعني في اللوك داون كانت بنتي اهم حاجه بالنسبه لها امتى هنعمل الكيك بتاعت كل يوم يعني مش لازم ناكلها بس لازم نعملها ايوه لا انت فاكر احنا كنا بنعمل كيك هي اللي بقول لك هي العلبه الجاهزه اللي هي بتحط ايوه عارفها اللي هي مكتوب عليها حاجه ميكس دي ايوه عارفها والله انا عايزه اقول لك برده يعني هي عباره عن الحاجات الميكس دي ايه هي الحاجات الجاف اللي هي الدقيق الكاكاو الخام البيكنج باودر فاهمه فانت بتضيفي معظمها بتضيفي بيض انا في صاحبتي قالت لي كده هو انت بتجيبي ده ليه ده دقيق اصلا على فكره هو مش اختراع يعني هو الموضوع فاهمه اسهل ما يكون هم مش عاملين افتكاسه هم حاطين لك المواد الجافه وخلاص هي مساله ان ريسيبي فاهمه
بس كده. دينا انت صراحه عملتي ابداع والله. لا بس يعني لا لا هو بالنسبه لنا ابداع صدقيني انا بقول لك لا ابداع. شكرا يا دينا نورتي. عيش سعيد وكل سنه وانت طيبه ودايما تعملي حاجات حلوه كده وصراحه شكلها مبهج والكريسماس تري شكلها خطير والكوكيز حلوه قوي وسهلتي علينا الموضوع وبمكونات بسيطه يا جماعه موجوده في كل بيت. هي بجد ما استخدمتش حاجات من الفضاء يعني جابت حاجات بسيطه جدا عملت بيها الكوكيز دي. وإيهاب اكيد إيهاب كيف إيهاب اصلا يعني هي بس النقطه ان انت موجوده على فيسبوك صح البيج كان اسمها ايه ديزي ديزرتس هي دي بقى النقطه. انا هنا هعطل انا ما عنديش فيسبوك. لا بجد والله يعني عدو الفيسبوك بس الناس اللي بتتفرج دوروا عليها على فيسبوك. هي موجوده على الانستجرام يعني بس مش دايسه بنزين عايزين ندوس بنزين بس عشان اشوف الصور. ايوه حاضر. فبجد نورتينا بجد. ميرسي ميرسي ليكم وكل سنه وانتم طيبين وسنه سعيده طيب. يا رب عليكم كلكم يا رب تبقى احسن من اللي قبل كده. يا رب. شكرا يا دينا نورتي عيش سعيد. طبعا احب اقول لكم قبل ما نختم ونقول لكم باي باي اقول لكم كل سنه وحضراتكم طيبين كل الناس بتتفرج علينا طيبه ان شاء الله سنه 2023 تكون سنه سعيده علينا كلنا يا رب ونحقق فيها كل احلامنا وكل اللي نفسنا فيه ونوصل لكل اللي احنا عايزينه وتكون سنه خفيفه ولطيفه كده وتعدي بسهوله ما حدش يشتكي منها. شكرا ليكم ونشوفكم في حلقه جديده من عيد سعيد. باي باي. عيش سعيد لون حياتك بإيدك عيش سعيد وشوف اللي في إيدك عيش سعيد أملك هو جديدك عيش سعيد يومك هيبقى عيدك اتفقل وحط كلمتين في روتينك عيش سعيد علي صوتك مستمعينك عشان ترتاح ما تفكرش في اللي راح اسعى اتعب اتقدم هتشوف أرباح 24 ساعة ليدي أو غموعك يلا بينا هنعمل ايه دم دمتك بص للسما وارفع ايديك حدد هدفك هتلقى حاجات كتير تقولك بحبك عيش سعيد عيش سعيد عيش سعيد